أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم عيون الشعب. قبل ما نتكلم على حلقة النهاردة في موضوع يعني لازم أتكلم فيه. في إحدى القنوات الفضائية بالأمس القريب فوجئت قناة طبعا من القنوات اللي هي بتاع الجماعة الإرهابية وجايبين الحلقة بتاعتنا بتاع الطفلين اللي انتوا فاكرينهم بتاع أسيوط اللي الراجل الزبال ذبحهم عشان كانوا يعني بيشاركوا في لقمة العيش اللي احنا جبنا جثث الطفلين وتكلمنا عنهم. فلقيت الخبر بيقول القبض على رئيس مباحث قسم تاني أسيوط سيادة المقدم محمد الأمير لأن القضية متلفقة وإن العيلين دول اتذبحوا على يد تجار آثار والكلام ده كله وتم القبض على رئيس المباحث وهو حاليا بيحاكم. فطبعا يعني خبر على قناة من قنوات التخريبية بتاع الجماعة الإرهابية. فاتصلت برئيس المباحث فلقيته في مكتبه فقال انت شفت اللي انا شايفه؟ قلت له اه. قال لا والراجل بيقول كمان ان هم مصورين وهم بيحكموني. طب يعني فطبعا الكلام ده طبعا كلام هجس وده نوع من البلبله على رجال الشرطه ونزاهتهم في اداء عملهم. الراجل محترف معانا والجثث الاطفال وعمل معاينه ومش عارف ايه الغرض ان هم يشوهوا رجال الشرطه. ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني اتصلوا بيا جماعه من اللي هم اصحاب العربيات القارو الخيل وفجأة ان في ابو هلال الخيل بيتسرق. قعدوا يدوروا عليه لقوا الراس والرجلين وبقيه الجسم مش موجود. وبعد كده بالتفتيش عرفوا ان هو بيتسرق وبيتباع لمحلات الجزاره والجماعه بتاع الكفته. فيعني الناس بيستغيثوا يعني الحصان ده اللي سرق بيقول لك فاتح 3-4 بيوت فحرام اللي بيحصل ده لان تخرب بيتنا وفي الاخر الناس الغلابه هم اللي بياكلوه في الحواوشي وفي الكباب والكفته والحاجات دي في محلات الجزاره. الجزارين اللي ما عندهمش ضمير للاسف هم لما راحوا يعملوا بلاغ في بندر المنيا ما لقوش الاستجابه اللازمه وخدوا الموضوع يعني حصان والسرق. فهم بيستغيثوا بوصة البرنامج ان الحصان ده اللي بيقولوا لهم ده حصان والسرق ده فاتح 3-4 بيوت. تاني حاجه اللي توات ودي استغاثه بقى لمدير امن المنيا لان فعلا على محطات بالذات الاجره في المواقف بيبقى فيه كارت الكارت بيدفع سواء بيدفع عادي. للاسف في دلوقتي عائلات بالكامله بقت بلطجيه مفيش حد يطلع من المواقف غير لما يدفع زي ما يكون كارت بس الكارت بورقه بتروح للدوله لكن دي نظام بلطجي. ولقيتها برضو بني مزار يعني تلاقي برضو الناس واقفين على محطات السواق لازم هو داخل وهو طالع يدفع زي ما يكون بيدفع كارت بالظبط بس هي مش كارت لانها بتطلع من غير ورق. فهم بيستغيثوا بالسيد اللي هو حسن سيف مساعد الوزير مدير محافظه المنيا ان هو فعلا يشوف حل للبلطجه اللي انتشرت على المواقف. ايه بقى موضوع النهارده؟ يرد بقى نركز شويه لان موضوع النهارده مهم جدا. شرع ربنا ان الزوج يتزوج مثنى وثلاث ورباع وتلاقي الست يقول لك اهو الرجاله مسايبين كل شرع ربنا مش عارفين غير هي دي. طب ما هي دي بقى يعني ايه اعلى؟ ما هي دي اللي بتمس حياته الشخصيه. من حق الزوج ان يتجوز تاني وتالت ورابع شرع ربنا. هو ربنا اباح بكده. لو الشرع اباح للزوج يعني تتزوج مثنى وثلاث ورباع ما كناش احنا يا رجال نقدر نتكلم. طب ان كده امر ربنا. تلقى الزوجه من دول في مصر هنا او في بعض الدول العربيه مجرد ما المأذون كتب الكتاب ده بتعتبره ان هي خلاص بقى الطوق مربوط في رقبه جوزها. تشده زي ما عايزه. لا يقدر يروح شمال ولا يروح يمين. ويوم ما يفكر ان هو يتجوز تقول له طب هاخد العيال وهاخد البيت وهفضحك وهعمل وهسوي وتبقى العمليه يعني نظام غريب جدا. في بعض الدول العربيه جميله جدا تلقى الزوجه هي اللي بتروح لجوزها تنقي له زوجته تقول له ايه رايك تاخد صاحبتي دي ايه رايك تاخد دي وتقعد تنقي لجوزها. وبعدين هو الزوج لما يعني دماغه كده تبقى صافيه ورايقه ويقل ان كل مشاكله اتحلت ما هو ده هينعكس على زوجته الاولانيه. يعني هو لما يروق ويبقى كده يعني حالته النفسيه كويسه طب ما ده هينعكس على حالته النفسيه على زوجته الاولانيه والامور تمشي كويسه. وياما شفنا بيوت ناجحه جدا الزوج جامع الزوجه واثنين وثلاثه وعايشين زي الاخوات مع بعض. دي تاعيه التانيه تخدم عليها دي تنظف التانيه تغسل التالته تكنس وهكذا يعني وتلاقي الامور ماشيه زي الفل. يا ريت الثقافه دي ترجع للزوجه المصريه مره تانية وتعرف ان ده شرع ربنا ومش عيب. وحتى بعدين الحكايه مش حكايه ان هو غني وفقير ما ممكن يبقى فقير لكن عيش العصفوره يكفينا ولو ما قد كده وشبعنا ما دام في حب يعني. ومش عايز الكلام ده يزعل الستات مني ويقولوا لا ده يعني اولا نسبه الاناث فعلا كترت ونسبه العنوسه زادت فايه المشكله؟ ده احنا بالعكس ده انا شايف الراجل لما بيعمل كده هيكسب ثواب والله. يعني الراجل لما يتزوج مثنى وثلاث ورباع ده اولا لانه هو هيسال يعني في يوم الحساب اذا كان يعني الامور متاح لي انت ليه ما اتجوزتش مثنى وثلاث ورباع يعني اي نعم ولن تعدله ماشي لكنه هيعمل اللي عليه يعني الراجل. طيب ايه مشكلتنا النهارده؟ برضه عندنا في الصعيد حته الولد والبنت تلقى الراجل الصعيدي يقول لك انا عايز الولد اللي يشد ظهري
ومخلفة البنات شايلة الحزن للممات، أنا عايز ولد. رغم إن إحنا عندنا يعني الخير للي وش يعني اللي يجيله أنثى في الأول، واللي يربي ولاده البنات تربية كويسة يدخل بهم الجنة. فليه عندنا الراجل لما ربنا يرزقه بنت وشه بيسود أو بيحزن وعايز ولد، فلما يجيله بنت خلاص يقولك إن شاء الله المرة الجاية ربنا يرزقني بالولد. لو جات له بنت هو دخلنا في مرحلة الخوف بقى، يقول لك بنتين. طيب حلقة النهاردة اللي حصل، هو عايز ولد فراح جابت له بنت، فقال زي بعض، التاني يبقى ولد، راح جابت له بنت ما صبرش، قال لك لا يبقى لازم اتجوز، انا عايز ولد. رغم انه معروف ان الراجل هو المسؤول عن نوع الجنين سواء كان ذكر او انثى، الست مجرد يعني تربة، لكن الراجل هو البذرة، فبالتالي مش معقول هيزرع بطيخ يطلع كنتالوب، مش معقول يعني. طيب راح اتجوز مفيش مشكلة، شرع ربنا ألف مبروك، وربنا راح رزقه بولد. تخيلوا بقى، يعني هو لو هي جابت بنتين راح اتجوز عليها من أول مرة جابت الولد. فالضراير بقى، ما هو كلمة ضرة دي كلمة برضو جاية من الضرر، طول ما هي ماشية أنا جبت الولد، أنا اللي جبت الولد، خد يا جد الولد شيل الولد، تطلع الشارع أنا جبت الولد. طبعا القديمة شايلة البنتين، محدش بيقول لها حاجة بقى، خلاص اتركني على جنب. طب عايزة تنتقم من جوزها ليه؟ لانه اتجوز عليها وكسر نفسها، وعايزه تنتقم من الزوجه الجديده اللي هي في الرايحه والجايه، انا جبت الولد انا جبت الولد. على فكره الزوجه دي الاولانيه ست محترمه جدا، اهلها ناس يعني من كبار العائلات في مركز الفاشن محافظه بني سويف، ناس محترمين جدا، لكن ممكن انا تعاطفت معاها جدا في بدايه اللقاء، لان فعلا حسيت ان هي كانت كبت عليها، وان هي وعدتها وقلت لها على فكره اي مساعده انا اوعدك ان انا لو قدرت اساعدك فيها هساعدك، محامي او خلافه ما فيش مشكله، شوف اللي انت عايزاه وانا اقدر اساعدك، لان تعاطفت معاها، لان حسيت بدموعها ان هي فعلا كانت محروقه قوي، زاد عليها الضغط قوي. لكن الطريقه اللي قتلت بيها بقى الطفل هي اللي خلتنا شويه يعني نحزن قوي. ليه؟ لان الطفل ده عنده شهرين، طفل ما لهش يعني، استغلت ان هو الطفل لوحده في الاوضه، وراحت جابت حقنه في مبيد حشري وراحت مدخله الحقنه في المبيد الحشري وراحت واخده الجرعه، وجات الطفل وهو نايم راحت رافعه رقبته كده وجات في رقبته، شفت المنظر، الطفل نايم رفعت رقبته جات عطيه له حقنه المبيد الحشري في رقبته. طيب نشوف الام، نشوف الزوجه الثانيه، نشوف الاب، ونشوف هل ممكن نتعاطف مع الام دي، ولا نتعاطف مع ام الطفل، ولا نتعاطف مع الزوج، ولا الرأي ليكم. وياريت يكون في وقت نقدر نتلقى تليفوناتكم، ياريت الزميل أحمد علي لو جاهز بالحلقة ننزل بيها ونشوف، وياريت يكون في وقت ناخد تعليقاتكم. ده من كتر غزها فيا ان هي مع علوان، من كتر عبهم فيه. بصي يا رابطه من امه ملتين، بس انا رايي بس احل شويه، ليش هو العلاج؟ ازاي يا عيال؟ بتتخرب بتتخرب حسب الله اللي بتكتب فيه. فعلا حصل ولا ما حصلش؟ الفكره دي جت لك ازاي؟ مش عارف عادي. جبت الحقنة خدت فيها شوية مبيد حشري وديتها له في رقبته. بس من داخل مركز شرطة الفاشن وحلقة النهاردة، أنا شايفة إن هي حلقة بشعة، يعني جريمة قتل. ومركز الفاشن يمكن إحنا قبل كده كان لنا حلقة فيه قبل كده برضو، كانت مشكلة الزوجة اللي قتل الزوجة عشان
صينيه البسبوسه اللي يمكن مشهوره قوي ان الناس معظمها تعاطفوا معاها. النهارده قضيه قتل تاني، بس السبب يعني الاسلام سمح من الزوج يتزوج مثنى وثلاث ورباع عادي، يعني الزوجه المصريه بالذات يمكن هي اللي بترفض ان زوجها يتزوج عليها رغم ده شرع ربنا. النهارده هنشوف جريمه القتل دي ايه اللي حصل فيها، وليه الزوجه قتلت طفل بهذه البشاعه. احنا دلوقتي من امام مكتب مامور مركز شرطه الفشل السيد المقدم دكتور عمرو، هنشوف دلوقتي ونشوف تفاصيل كامله حول هذه القضيه. مقدم دكتور عمرو عادل مامور مركز شرطه الفشل، اهلا بك يا فندم. ازي صح سيادتك؟ احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي واحنا جينا قبل كده في قضيه الزوجه المشهوره قضيه صينيه البسبوسه، ودي كانت من القضايا اللي يعني اللي كان عملت راي عام غير عادي. النهارده جريمه قتل، وجريمه قتل بقى ابشع. فعايزين نستاذن سيادتك نشوف تفاصيلها، وليه الضره بتعمل كده، وبعدين ايه المشكله ما الاسلام سمح بتعدد الزوجات يعني؟ يعني ما اقدرش اتكلم في الحاجات دي عشان الناس ما تزعلش، بس يعني طب نستاذن سيادتك نشوف التفاصيل وسيادتك تشرح لنا شرح تفصيلي لمعالم هذه الجريمه. قوي تحت امرك، تحت امرك. يعني بس لابد يعني يا دكتور اشير بالمستوى النظافه والانضباط اللي موجود داخل مركز شرطه الفشل، وعلى فكره ده بيدل فعلا ان رجل الشرطه قايم بواجبه خيرك يعني. الحمد لله، بنحاول بقدر الامكان ان احنا نسعد الناس ونقدم لهم اي حاجه يعني تليق بينا كضباط شرطه وافراد شرطه. مركز الفشن على فكره من المراكز الصعبه جدا، ومركز مش سهل، لا ده مركز الفشن ده مركز تجاري صعب، وبالتالي محتاج مواصفات لرجل الشرطه، مش اي رجل شرطه على فكره يقدر ان هو يكون مسؤول عن مركز شرطه الفشن. احنا ما بننامش يعني يعني ما بننامش يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل اي حاجه للمكان اللي احنا موجودين فيه والناس اللي عايشين فيه. يعني احنا دلوقتي رايحين نجيب الزوجه، هي اسمها امال يا فندم؟ امال. امال ده المكان اللي هي الحجز فيه. طب نستنى ستك ونطلع امال. قوي قوي. هو رغم ان شعب الفاشنه او شعب اليسوب بصفه عامه ناس بيمتازوا بالطيبه، لكن لما بيعملوا جريمه بيعملوها بشاعه، ودي غريبه جدا. يعني دي بترجع للقيام بالجريمه، لكن مش كل الشعب كده يعني. لا 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 لا، في ناس كتير كويسه، وفي ناس زي الست دي اتغيب عقلها يعني. انا مش عارف عملت الجريمه دي ازاي يعني. محدش بينتقم من طفل رضيع، هذا الانتقام لا، موضوع وحش قوي يعني، موضوع يزعل يعني. طبعا يا فندم جوني في مكتب مع سيادتك ونكمل القضيه. ازيك يا امال؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. صغيره خالص يا امال يا بنتي، عندك كام سنه يا بنتي؟ 22. لسه صغيره. وعندك اولاد قد ايه؟ اتنين. مين ومين بقى؟ مريم وجنى. مريم عندها كام سنه وجنى عندها كام سنه؟ مريم 4 سنين. على مالك ما تخافيش، 4 سنين وجنى سنه وثمان شهور. مين اللي بيراعي الطفلتين دول يخرب عليك؟ مين اللي بيراعيهم دول؟ اهلي. بس برضو الام ما تعوضش يعني، اكيد العيال مفتقدين جدا. على مالك على مالك. متجوزه بقالك كام سنه؟ يعني حوالي 5 سنين ونص. انت طلعتي من جوزك قبل كده ورجعك ولا ايه؟ لا. اما انت كنت قاعد عند بيت اهلك، قعدت فتره طويله عند بيت اهلك. كنت زعلانه. وقعدت كام سنه ولا كام شهر عند اهلك؟ سنه كامله عند اهلك. جوزك في الوقت ده كان بسبب الزعل ايه؟ يعني اختلافات في البيت. بسبب الخلافات دي؟ اهله. مالهم اهله؟ يعني كانوا بيعملوك وحش يعني؟ انا حاسس بيك، وعلى فكره اللي بيعمل كده بيبقى واقع تحت ضغط جامد جدا. ماله اهله بقى؟ اهله كان بيعملوك ازاي يعني وحش؟ قولي يا امال بقى، لما انت عرفت ان جوزك اتجوز عليكي وافقتي ترجعي له ولا قلت لا؟ انا في الاول كنت معترضه، بس بعد كده قلت اروح عشان خاطر البنات. انت كنت واخدهم سنه كامله عند بيت اهلك. ما انا كنت اربيهم وسط ابوهم وسط، حاسس ما يتربوا بعيد، وانا لو اتجوزت وسبتهم كنت هبقى عيل همه. طب هما اهلهم برضك اهل جوزي كان بيضطهدوك ليه؟ دافع عن نفسك يا بنتي. يعني ساعات كده ابوه ما كانش بيبقى طايقني في البيت، وكان بيتلكك لي على اي حاجه. ليه؟ مش عارف. هل عشان خفتك فعلا ان مريم وجنى مش عايزه، كان عايز ولد وانت بتجيبي له بنات؟ مش عارفه، وكل مره بحلف فيها واقعد ربنا يديني بنت وكده احس ان ابوهم زعلان. لما ربنا يرزقك ببنت ابوهم كان زعلان؟ ده البنت رزق يا بنتي. هما مش عايزين كده. مش عايزين بنات؟ طب وانت ذنبك؟ ده الراجل هو المسؤول عن نوع الجنين ذكر او انثى، انت مش الست. الست دي مجرد ارض.
طب وانت ذنبك ايه؟ ما قلتلوش انا ذنبي ايه؟ ولد ولا بنت بتاع ربنا، رزق من عند ربنا. قلتله. قال لك ايه؟ بس بيفضل زعلان شويه بعد كده بيصبر برضه عشان خفه البنات. طيب انت لما رحت عند بيت اهلك وهو اتجوز، اول ما راح لك انت رجعت على طول؟ ده كان بيبعت لي ناس لغايه ما وافقتي ورجعتي. كان معاشكم كلكم في بيت واحد ولا هي في شقتها العروسه الجديده وانت في شقتك؟ كلنا كنا مع بعضينا، بس ساعات ان كل واحده في شقتها. كل واحد كان في شقه، يعني كل اليوم كله مع بعضيكم واخر الليل كل واحده في شقتها. في الوقت ده كان بيميزك عنها، بيميزها عنك، ولا كانت المعامله واحده؟ كان عادي. يعني كان بيعدل بينكم؟ اكيد. طيب ربنا رزقها على طول بالمولود صح؟ مش عارفه، انا كنت عند بيت ابويا لما انت رجعتي. بقى كانت هي ولدت لما رجعتي ولا كانتش لسه ولدت؟ كانت ولدت. اه. وانت رجعتي كنت بتشيلها العيل بقى وتلعبي معاه، ولا برضو كنت عشان هو ولد وانت بتجيبي بنات فما كنتش بتحبي الموضوع ده؟ والله العظيم كنت بشيله وكنت برضع، عشان انا بنتي كنت برضعها. اه ده كان يعني بترضع الواد ده كمان. طب مين اللي حصل؟ طب يا امي والله العظيم ما عملت حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. انت اولا طب الولد مات اليوم ده، كنت انتوا نظام توضيب البيت وتنظيفه انتوا اتنين مع بعضيكم ولا هي يوم وانت وهي يوم؟ لا، اللي كانت بتروح الغيط والتانيه تقعد في البيت كانت بتقضي. اه يعني واحده تروح الغيط والتانيه تقضي. طب اللي هم هي بتروح الغيط؟ لا، وانا كنت بروح برضه وهي كانت تقعد في البيت. لا مش يوم ويوم، يعني عادي يعني. طب اليوم اللي هي راح يوم ما كنت بتروح الغيط الواد كان بيبقى مع مين؟ الولد يبقى معاه ست وعمته. ومعاكي؟ معايا في البيت. وكان اسمه الولد؟ عبدالله. عبدالله. في اليوم اللي هي راحت في الغيط وسابت عبد الله معاكي، عبد الله كان عمره كام شهر؟ عبد الله كان عمره كام شهر يا امال؟ شهرين ونص. شهرين ونص. وانت كنت سواء احيانا كمان كنت بترضعيه مع بنتك صح كده؟ كنت حاسه بيه كمان ان هو زي ابنك بالظبط. عندي جوزك بقى لما جاب الولد كان بيعاملك ازاي؟ كان بيعاملها هي ازاي ام الولد؟ كان بيعاملنا عادي برضه، ما فيش حاجه تختلف. بس يا اختي ام الولد فاكيد كان بيعملها ويحبها اكتر. لا عادي. ايه اللي خلى الغيره تزيد عندك؟ لا ما فيش غيره زادت عندي ولا حاجه، لو كنت غير صح ما كنتش رجعت. انت رجعت عشان جنى ومريم يتربوا في بيت ابوهم. كنت في اعترافاتك يا امل ان انت الحقنه اللي انت جبتها منين؟ انا ما جبتش حقنه ولا عطيت حاجه. بس انت معترفه ان انت خدتي مبيد حشري وسحبتيه بالحقنه بالسرنجه وعملت للطفل عبد الله في رقبته بالسرنجه موتيه؟ لا. طب مين ممكن يكون عمل كده في عبد الله وهو في البيت؟ انت وابوه مش معقول. طبعا ابوه اللي كان بيتمنى الولد، ومش معقول تكون حماتك. ما تكونش امه هي اللي عملت كده؟ ما اعرفش. وفي ام هتموت ابنها؟ طب يا مريم امال انا ما اعرفش مين اللي موت الطفل. ما اعرفش. انت روحت في النيابه ومعترفتي واعتراف تفصيلي وتمثيل بجريمه كل حاجه يا امل. سياده المقدم الدكتور عمرو العدل مامور مركز شرطه الفاشل، اتفضل يا فندم. يعني على كلامها ان هي ما قتلتش ولا عملت حاجه وان القضيه كلها متلفقه لها، عفوا يعني. فانا عايز اعرف هي اول ما جت ايه اللي حصل، والتحريات قالت ايه، واعترافاتها كانت ايه؟ اعترافاتها انها قتلت. اعترفت بكده؟ اه تمام. وكمان اعترافاتها في النيابه انها قتلت، ومثلت كمان الكلام ده في البيت. طب اول البلاغ فين ما جالكم؟ البلاغ جاء من مستشفى الفشن المركزي ان في طفل متوفي يعني. اه فانتقلنا وشفنا الجثه ما فيهاش اي اثار لاي حاجه غير ان في رغاوي من بتنزل من بقه. اه فبالكشف الطبي تبين ان في حقنه في رقبته. آه مبيد حشري. مبيد حشري. مبيد حشري. اه والبنت دي كانت مع جوزها في مع الولد. مع الولد. اه امه كانت في الغيط. امه اه ما كانتش موجوده يعني. بس في بال التحري بقى والبحث عن الموضوع اعترفت انها هي اللي قتل الولد دوت. بس انا شايف ان هي غلبانه وفعلا وشها وش يعني سمح وبريء يعني بامانه. وبعدين اهلها يعني الزوج كان بيضطهدها بخلفه البنات، واهل جوزها في البيت بيعايروها بخلفه البنات رغم ان ما خلفتش غير بنتين. وبعدين ما خلفه البنات مش في ايد، مش بيقدر للست، ده الراجل هو المسؤول عن نوع الجنين سواء كان ذكر او انثى. يعني دي مجني عليها البنت دي، الزوجه اللي عندها 22 سنه دي مجني عليها؟ لا مش مجني عليها ولا حاجه. هو
جهل، ناس مش مدركين للي هم بيعملوه، حقد، حسد، قلة دين، قلة خبرة، كل ده بقى بيتجمع في الأستاذة اللي قاعدة. الضغط اللي تم عليها كان جامد جدا، تعرف ستك فضل يضغطوا عليها يضغطوا عليها، وفجأة لقت إن الزوجة الجديدة جابت الولد، فكل ضغط 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 انفجر. ما هو الضغط ده لا يولد لقتل يا أستاذ هنفي، لا لا يولد لقتل، يعني مهما كانت تحت ضغط عصبي ونفسي يعني اهرب من المشكله دي اروح لمشكله اكبر، ما ده ما ينفعش. يعني الضغط كان جامد عليكي يعني ايه؟ كل لما تجيب بنت كان ابوي بيبقى زعلان. كل ما تجيب بنت، بس انت ما جبتيش غير بنتين اول عن اخر، طيب بيبقى زعلان على ايه؟ مين اللي شرع عليكي بموضوع الحقنه ده؟ بامانه يا امل، انت غصب عنك يا بنتي الضغط كان عليكي جامد، بس ازاي جات لك الفكره دي يا امل؟ الحقنة كانت عندك من الاول ولا جبتها من بره يا امل؟ من جبت كانت موجوده في البيت يعني؟ كانت موجوده بره؟ والوقت اللي حصل ده كان امتى بالظبط يا امل؟ عارفه كان الصبح. طب وجود الحشر ده كان موجود في البيت يعني بتستخدموه في البيت ولا انت جبتيه مخصوص؟ على مهلك، انا حاسس بيكي ومتعاطف معاكي والله جدا. اهدي يا امل. يا امل انا كم مره دلوقتي وانا بنوقف التصوير عشان حاله الانهيار اللي انت فيك اللي انت فيها، وانا مقدر اللي فيك وحاسس بيكي والله، وانا متعاطف جدا، واعتقد ان كل الساده المشاهدين دلوقتي هيتعاطفوا معاكي. انا دلوقتي هنبتدي مع بعضنا من الاول، وعايزك تحكي لان فعلا بكائك المستمر وترني، يعني انا توترت، انا من الحالات فعلا انا توترت فيها، مش عارف اسالك سؤال واحد بسبب حاله الانهيار واللي انا مقدر فيها اللي انت فيه. فانا على مهلك وانا مش هسالك، انا عايزك انت اللي تتكلمي. بص للناس وقول لهم ايه اللي انت حصل لك وايه الضغوط اللي كانت عليك وتكلمي، وانا مش هكلمك يا امل. اتفضلي. انا متجوزه بقالي 6 سنين، يعني ماشيه في 6 سنة، ومعايا بنتين، كل بنت اجيبها، يعني اول بنت يعني جوز زعل شويه وبعد كده قال زي بعض، وربنا رزقنا بالبنت ربنا يرزقنا بواد، بس انا كان نفسي في واد، قلت له زي بعض اللي يجيب ربنا كله حلو، بنات زي الصبيان، واللي تجيب البنت تجيب الواد. فجيت لما جبت بنتي التانية تاني مرة زعل، قال لك كان نفسي في واد عشان يمشي ورايا ويبقى سندي، قلت له طب انا ذنبي ايه؟ بس المهم سكتنا على كده، بس يبقى دي بقى كانت بتحصل خلافات ومشاكل كتير، كانت بتحصل خلافات ومشاكل كتير ما بيننا وبين اهله وكده وبين ابوه، يعني دايما على طول كنت ابوه بيتخانق معايا بيتلكك لي على اي حاجة على طول، هم اهله في البيت وامه واخته اي حد. زعلت، رحت عند بيت ابويا قعدت سنة، سبت البيت قعدت سنة عند بيت ابويا، بس رحت عينت فيها وراح اتجوز خد بنت خالته، ما عرفتش الا يوم ما كانوا رايحين يجيبوا تمام ان هو هيتجوز، بس يبقى قعدوا سنه متجوزين. خلال السنه دي كان بيبعت لي ان انا اروح، لحد ما روحت وقلت هروح عشان خاطر البنات عشان اربيهم واصطبوهم وامهم يبقوا متربيين هناك كويس. يعني انا فضلت ان انا اوديهم لابوهم وقلت اربيهم واصطبوهم، رغم انهم عند اهلي كانوا متربيين احسن تربيه وما كانش ناقصهم اي حد خالص. بعد كده روحت، بقيت لما روحت كل شويه بقيت انا روحت لقيتها ولدي جابت واد، كل شويه بقى هم عندهم في البيت كانوا بيقولوا يعني ابنك وحش، اقول لها انا يعني كنت بقول لها ده ابنك وحش كده ليه، يعني كنت بهزر معاها. فراحت جيت لي على اجل انا جبت الواد وانت معاك البنات، يعني كانت بتحاول على اي حاجه انها تجرحني ان انا معايا بنات،
ابتدى الخلافات والمشاكل، اللي هو يعني بحس كتير انهم مفضلين الواد عن بناتي. أهلها لما كانوا بيزوروك في أهلها هي لما كانوا بيزوروها بقى في البيت فعلا برضو كانوا بيعايروها، بيقولوا أنت اللي بتعملي المشاكل وإن هي غلبانة وأنت سبب كل المشاكل اللي بينها وبين جوزها. هو أنت أي مرة أهلها راح عندها وأنا في البيت، يعني بعد ما روحت راحوا مرة فخلتني نازلة من على السلم، فراحت جاية للولد ما أنت عدوكم سنة كويسين، إشمعنى المشاكل ما بدأت دلوقتي؟ لما أنت رجعت البيت بقى قلت يعني لما أنا رجعت البيت راحت الزيطة ساطت ذاته بعضيه، بس انا سبتهم خدت ولادي وطلعت بره وسبتهم زيتين مع بعضيه. فعلا كان بيستفزك الصبح تجيب الوقت وتقعدوا على حجره؟ احكي لي. كل يوم الصبح كانت تنزل من فوق تجيب الوقت تقعد على حجر سيده وتقول له خد شيل الوقت وصبح على سيدك مش عارف ايه، وكانت بتحاول انها يعني بتحاول انها تغزني ان هي معاها الوقت. كانت تطلع الشارع وتقول انا جبت الواد على طول، كانت شايله ودايربه في الشارع، وانا اللي كنت شايله البيت ومسؤوليه البيت كلها، وانا اللي كنت بغسلهم، هي كانت بتغسل وعديها، هي انا اللي كنت شايله البيت وانا اللي شايله وانا اللي بغسلهم الهدوم وانا اللي بعمل لهم كل حاجه في البيت. وهي طبعا عشان جبت الولد فهي الباشا. انا متعاطف معاكي جدا يا مدام، كملي يا حبيبتي. احكي لي بقى الغلطة اللي حصلت دي بقى حصلت ازاي؟ انا ماشي ما تخافيش، انا كنا متعاطفين معاك. انا ماشي خالص. اليوم ده كانت هي في البيت ولا كان سايبه لك الولد؟ ايه كانت سايبه الولد في البيت، كانت من ايمه سايباه. قالت لي خلي بالك مني. لا يا نمت وسبت مش وراحت. هي فين بقى؟ راحت الغيط. مين اللي كان معاكي في البيت في الوقت ده؟ وسته وعمته. جوزك كان في الغيط. ها انت بقى كنت مفكري قبل كده في الموضوع ده ولا هي لحظه غلط غضب كده لا انا عمر ما فكرت في كده، لكن هي اللحظه دي هي اللي بس اللي جات لك كده يعني. انا جات لك ازاي؟ انا عايز برضو الناس برضو عارف الضغط كان عليك. جات لك ازاي الفكره دي؟ من كتر غزها فيا ان هي مع الواد، من كتر حبهم فيه مش عارف. جات لك في لحظتها كده يا امل. طب يعني الحقنه تيجي ازاي؟ طب يا امل كانت عندك بالصدفه برضو؟ ايوه. ليه بتعملي بالحقن ايه؟ كانت عندنا سيده كان دايما بياخد حقن. الحقنه كانت موجوده. طب والمبيد الحشري اشمعنى يعني المبيد الحشري كان موجود في البيت ولا انت اشتريتيه من بره؟ ما تخافيش احكي لي يا عم. كان موجود. رحت جاب الحقنه وعملتي بقى؟ عملت ايه يا امل؟ انا وعدتك قولي كل حاجه بصراحه، وانا وعدتك ان انا هخدمك قوي يعني. انا وعدتك ووعد قدام الساده المشاهدين كمان. احكي لي بصراحه، انا سامعك الصراحه لان هي دي اللي هتخلي الناس كلها تتعاطف معاك. انا وعدتك. جبت الحقنه وخدت فيها شفاية مبيد حشري وديتها له في رقبته. اديتها في رقبته. انا قعدت في الرقبه في الزمن ده. شاوري لي كده يعمل فين؟ هنا؟ ما تخافيش في الحته دي. كان نايم في الوقت ده. بس انت بتقولي كنت بحب عبد الله وكنت برضعه كمان. قوي. بتحبيه؟ ايوه. ده ماله ده قطع فيه؟ ده اوعى من كتر غزها فيا ان هي مع الواد، من كتر
ترعبهم فيه. بصي يا راقطة في الأم مش دي. بس أنا راجي بس أحل شوي. ليش هو للأج؟ ازاي احنا بدت خرب بدت خرب حسب الله اللي ممكن فيه. فعلا حصل ولا ما حصلش؟ الفكره دي جت لك ازاي؟ مش عارف عادي جبت الحملة خدت فيها شوية من حشري وديتها له في رقبته. بس لا 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 بس 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 جه دورنا اعزائي المشاهدين مع اشرف. واشرف هو الزوج واللي يعني كان حلم حياته في الولد، ولما ربنا رزقه بالولد الولد مات ومات بتبشع. ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ الحمد لله والله في نعمه. بقى لا شد حيلك. الحمد لله. احكي لي من اول زوجتك ما اتجوزتها وربنا رزقك بالبنات منها، ايه اللي حصل يعني؟ احنا قعدنا في الاول فتره مخطوبين وبعد كده اتجوزنا. حب نعرف. من 2009. انت اللي اخترتها كمان؟ انا اللي اخترتها. وبعد كده طبعا اتجوزنا الحمد لله، قعدنا سنه ونص مخطوبين. وبعد الجواز طبعا كان في يعني مشاكل كده، مشاكل ما تتذكرش يعني، مشاكل تافهه يعني بس، وكانت بتروح يعني ابعت لها ناس وتيجي وبتاع، لحد المره الاخيره ديت لما انا طبعا بعت لها ناس وقال له ده مش هتروح تاني غير عازله وبتاع. فطبعا ما كانش بعد ما تيجي بعد ما اتجوزت ولا قبل؟ لا قبل ما اتجوز. قبل ما اتجوزت. فطبعا ما كانش ينفع ان انا اعزل من الجماعه من الحج عشان خاطر انه سنه كبير، والدتي برضه ست كبيره، وانا راجل كهربائي ومراعي الكهرباء ومراعي الباقي. راجل اصيل، ما ينفعش تسيب ابوك وامك في الوقت ده صح وتفصل لوحدك؟ صحيح. انا فضلت في مصر لحد يمكن قبل الثوره وبعد الثوره. العمليه بالنسبه لشغل الكهرباء ما جاش زي الاول، بس الحمد لله ليه يعني زبوني في البلد وهنا والحمد لله ماشي الحال. بس طبعا معايا مريم وجانا من الاولانيه، وبعد كده طبعا كان يعني كان لازم حته الجواز تحصل عشان خاطر ما بعت ناس كتيره والله. بعت ناس ليها كان سببته زعلان؟ ايوه كان زعلان، قعدت فتره زعلانه يعني زعله من ضمن الزعلات. فطبعا هم كانوا مصممين على الموضوع ده زعلان، وانا ما كنت رافض تماما يعني. بس طبعا الجماعه، انا طبعا يعني الجماعه قالوا لي بنت خالتك كانت متجوزه قبل كده وهي لينا وبتاع ومش عارفه وكان. شوف يا اشرف، انا عايزك تبقى صريح معايا وما تقوليش على المشاكل، تقولي مشاكل بسيطه تافهه. لا انتوا كنت دايما بتعيرها ان هي خلفتها بنات. لا 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 لا، لما جابت اول ما جابت لك مريم، مش مريم دي الكبيره؟ قلت لها اللي جاب البنت تجيب يجيب الولد وانا مبسوط، بس انا كان نفسي في ولد. لما راحت جابت لك جانا زعلت انت جدا؟ لا يا باشا، انا مش بالعقليه اللي هي والله بجد صدقني يعني. ما كانش كل شويه عايرها خلفت بنات؟ يعرف ان انا الحمد لله يعني. انت واضح انت انسان مثقف ومتعلم، بس انت جد ابوك اللي هو جد الاولاد كان دايما بيقول لها انت جبت من ساعه ما جبت البنات خلفتك بنات خلفتك بنات؟ لا لا لا. اما انت اتجوزت عليها ليه؟ مش عشان تجيب لك الولد؟ لا. انت اتجوزت عليها ليه؟ انت واخدها عن حب وهي بتحبك جدا. هو مش موضوع انا اتجوزت عليها عشان خاطر الولد والكلام دوت. هو انا صريح معاك والله بجد، انا صريح معاك. انت ما بتحبش بنت خالتك اصلا؟ هو مش موضوع حب بقى، هي الموضوع في واحد هيتجوز واحده من غير ما يكون بيحبها؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني ممكن انا اتجوز واحده ما بحبهاش؟ لا طبعا. انت بنت خالتك ما بتحبهاش؟ هو الموضوع بالنسبه لدي وبالنسبه لي يختلف، لان دي طبعا كان اول جوازه وكان في حب وكان في يعني زي ما انت عارف يعني في البدايه، انما ديت بتبقى يعني بيبقى في حاجات مثلا. ايه سبب انت اتجوزت عليها؟ ان انا كنت لازم اتجوز عشان خاطر ما يعني هم طبعا الجماعه كانوا مصممين، الجماعه اللي هم اهل مرتي الاولانيه اللي هي اهل امل يعني وكده، وما كانوش راضيين طبعا يروحوها خالص. يعني ما يرضوش يروحوها عشان يفصلوا ويرضوا يروحوها بعد ما تتجوز انت وتخلف؟ وده كلام يا اشرف اللي خلاهم ما وافقوش ان هي ترجع غير لما تفصل.
جم يوافقوا ان هي ترجع وانت متجوز ومش هتفصل كمان. هو ده فعلا اللي حصل. اللي خلاهم موافقوا، اللي خلاهم ما كانوش موافقين من قبل ما تتجوز انت، جم يوافقوا بعد ما تتجوز؟ مش عارف والله صراحه. طيب اتجوزت بنت خالتك ليه وانت ما بتحبهاش؟ ما احنا قلنا بقى الحب هيجي بعد الجواز، يعني الحب هيجي بعد الجواز. مين اللي ضغط عليك في الجواز؟ لا ما فيش حد ضغط عليا. وخاصه ان هي كانت متجوزه كمان. ما هي كانت متجوزه وبعد كده خلص. وطبعا انا اتقدمت لها، الناس رحبوا جدا وانا قلت لها طبعا ان شاء الله يعني الحب والحاجات دي هتيجي مع العشره، لان انا يعني انا بالنسبه لي هي شخصيه ما يعني انا ما احتكتش بقى معامله غير حوالي بتاع شهرين قبل الجواز، يعني ما كانش فيه معاملات، مثلا ما كانش فيه مثلا بنت خالتي وانا ابن خالتها وخلاص. طيب اتجوزتها وربنا رزقك بايه؟ بعبد الله. اول ما جه عبد الله بقى بعت انت لمراتك؟ والشيء الغريب ان مراتك وافقت ورجعت. لا 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 مش من ساعتها ما جه عبد الله. الموضوع ده هو طبعا بعد اللي حصل، وطبعا الجماعه اللي هم نسيبي الاولانيين بمجرد انهم عرفوا طبعا كان في اعلانات وقضى وكلام من ده، يعني زي ما انت عارف يعني كان في قواضي ومشاكل. ازاي القواضي دي خلصت والمشاكل دي خلصت ووافقت ان هي ترجع لك على ضرها؟ القواضي دي خلصت طبعا بمجرد ان احنا مشينا في الموضوع، يعني في ناس مشيت في الموضوع خير، عمي انا والاستاذ احمد ربيع والاستاذ محمود ابو عبسيد، قلنا المانع ان مثلا ما فيش مانع انها تيجي، ان كانت عايزه تربي ولادها ما فيش مشاكل، لان بنتي اللي هي جنى اتولدت عندي وراحت هناك ما كانتش تعرفني خالص. تمام، اللي هي عندها سنه ونص عليها دلوقتي. فطبعا مشينا، يعني الناس دي والله تعبت في الموضوع دوت كمان لحد الحمد لله ما ربنا ييسر خير ورجعت البيت. تمام، بعد ما رجعت البيت ما كانش فيه طبعا، يعني كانت المعامله بما يرضي ربنا، هنا اسبوع وهنا اسبوع، كل واحده لها شقه خاصه بيها. تمام، الحمد في نفس البيت، في نفس البيت يعني القضيان مع بعض، الاكل مع بعض، الشرب مع بعض، مفيش غير وقت الليل بس. كل حاجه كنت انا بقول لهم عليها الصبح، دي تعمل كذا ودي تعمل كذا، عشان ما ادخلش نفسي في متاهات بقى. ده كان قبل الولاده ولا بعد الولاده؟ لا كان بعد الولاده. هي جت بعد الولاده الوضع اتغير. هي جت بعد الولد ما اتولد. طيب مش قبل. كنت بتميز ام الولد؟ لا هي بتقول انا اللي كنت بكنس وكنت بنظف وبغسل واخدم ابوك وامك، وهي التانية ما بتغسلش غير حاجه ابنها بس. لا الكلام ده مش تواجهها بالكلام ده؟ ايوه واجهها طبعا. تواجهها؟ ايوه. لو مش عايز بلاش. بص يا باشا اقول لك، ما بحبش اضغط على حد في شغل. بص اقول لك على حاجه، انت كنت معاملينها زي الخدامه من ساعه ما عبد الله جه. لا 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 انا هقول لك، احنا طبعا البيت طبعا عندنا مصبوب الدور الثاني، هي كانت جايبه غساله نص اوتوماتيك اللي هي الثانيه دي. تمام، طبعا انا عشان خاطر ما فيش صرف صحي عندنا في البلد، فقلت لهم اللي يغسل يغسل تحت، عندهم يعني عندنا ثلاث غسالات، الغساله العاديه. بغض النظر هي ما بتفق، يعني انت بقول ما كانش في فرق بين دي ودي بسبب الولد؟ لا ما كانش في. ما كانش الجديده بتنزل شايله الولد وتديه الجدة وخد انا جبت الولد، والثانيه تقول لها انت اللي جبت البنات وانا اللي جبت الولد؟ ما كانش بيحصل كده؟ لا 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 ما كانش فيه. ما كانش بيحصل كده؟ ما كانش فيه. لا ولكن تمشي في الشارع بالولد انا اللي جبت الولد ولا كده يا باشا؟ لا لا ما فيش الكلام ده. انا نفسي يعني انا نفسي شايف ان الموضوع بين الولد والبنت ما كانت بتحكي لك، كنت بتنصفها. تحكي لي عليه بالظبط؟ على اللي بتعمله مراتك الجديده، حتى الشغل الفرش بتاعها الفوط والحاجات دي كانت بتسرقه منها. انت كنت شايف الموضوع ده برضه؟ لا يا باشا انا صريح والله. كنت تعرف موضوع الفرش كانت بتسرقه ده والفوط والحاجات دي ولا لا؟ هو اللي حصل كان في طقم كده كنت جايبه لام مريم، وبعد كده لما راحت عندي بيت اهلها طبعا انا خدته واديته لفاطمه، جت بتقول لي فين الطقم؟ قلت لها والله انا مش عارف صراحه. سالناها قالت مش عارف. جت بعد كده بتقول لي الفوط بتاعتي اللي هي ام مريم برضه، بتقول لي الفوط بتاعتي مش عارف فين. قلت لها طبعا انا هسالها، سالتها قالت انا مش عارف. بس يبقى انا كنت يعني لو في مشكله صغيره كنت بحاول اتغاضاها، يعني ما حاولش اكبرها، يعني خلاص مثلا دي فوطه ودي فوطه. بس انت ما اتجوزتش على ام مريم عشان تجيب الولد؟ لا 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 يا باشا. ولا كانش في معايير بالولد والبنت؟ لا لا خالص. لا تقول الكلام ده ليها؟ ايوه اقولها طبعا، مستعد اقوله قدام. انا مش عايز. لو انت مش راضي بلاش. لا لا انا مش بقول لحضرتك، انا مش بالعقليه اللي يعني تعمل طفره كبيره. ايه اللي حصل في اليوم المشؤوم بعدها؟ بالنسبه ليوم اللي حصل فيه يعني اللي خاصه ان هي بتقول لي انا كنت بشيل الواد وانا اللي كنت برضع. يعني ام مريم كانت بترضع الواد كمان؟ فعلا. اما ازاي بقى تقتله؟ انا مش فاهم. ده ما فيش معايره يعني دلوقتي انا ما حدش بيعايرني والمعامله حلوه وانا اللي بردع الواد، اجي بعد كده اموته واموته بالطريقه الصعبه دي؟ تعرف موته ازاي؟
على زي ما ما يعني زي اللي حصل قدامي كده يبقى الله اعلم برضه. طيب ايه اللي حصل بقى في اليوم ده؟ اللي حصل طبعا بعد ما بعد ما قمت الصبح فطرنا كلنا في البيت، وبعد كده ابويا بيقول لي ده انا عشان هنروح الغيط وبتاع، في شويه شغل في الغيط هيتعمل. انا كنت قبلها بيوم اللي هو كان يوم الثلاث دوت، ورحت خدت انفار ناس يعني معايا وخدتهم وعملوا معايا شغل في الارض يعني. وطبعا جينا مفيش حاجه، جيت انا نمت اللي هو يوم الثلاث، قمت بقول يا جماعه امال فاطمه فين؟ قالوا ده فاطمه راحت ايه؟ راحت راحت الغيط ترمي شويه حشيش البهايم وهتيجي. فعلا فاطمه راحت، وانا كان في شويه شغل كهرباء معايا ورحت اشتغلتهم ورجعت لقيتهم كلهم في البيت، اتعشينا ونمنا على هذا الوضع. يعني انا رحت شغل برضو بعد المغرب ورجعت انا كنت بنام يعني، كان السبوع دوت كان بتاع فاطمه. نمت كان الواد كويس معايا ما فيش اي حاجه. وبعد كده قمنا الصبح، طبعا احنا متعودين ان كلنا بنفطر مع بعض تحت، فطرنا والواد راح لي على الشغل. قلت له لا يا ابني ده انا عندي شويه شغل في الارض كده، حايز بساعتين كده وهرجع. خدت انا المكنه عندي متسكل، خدته ورحت الغيط. طبعا ابويا خد المنظر الركوبه بتاعته وراح، وقلت لفاطمه تيجي عشان ديكها بتغسل، كانت بتغسل هدوم البيت بما فيهم هدوم ابويا وهدومها هي. تمام القديم، وديكها كانت بتغسل هدومها هي وابنها وهدومي انا برضو. كان بيغسلوا تحت مش فوق عشان الخزان ما يتملاش بتاع المايه وكده. طبعا انا مشيت رحت الغيط يا دوب بعمل شويه شغل في الغيط كده وبتاع، وهي راحت ورايا بالبهايم كان ابويا هناك اللي هي فاطمه الجديده. ايوه وسابت الطفل مع مع الجماعه، مع والدتي ومع اختي ومع يعني مع البيت ومع ام مريم في البيت بما فيهم بنتي اللي هي جانا كانت في البيت. طبعا جانا برضو كانت بترضع يعني. يبقى طبعا بعدها ما فيش بالظبط يمكن 10 دقايق رنت عليا بتقول لي اشرف تعالى ده الواد تعبان، تعالى ودي له الدكتور ولا ابعت له امه. مين هي مراتك القديمه اللي بتقول في التليفون؟ خد التليفون بتاع الحاج ابراهيم اللي جنبي. طبعا جريت على البيت انت. خدت المكنه ورجعت على البيت. لقيت ايه بقى؟ لقيت لك الناس ملمومه، ولقيت الواد فعلا عمال ينصرع ويعيط. تمام؟ طب ديكها انا حملت لها لمؤاخذه الحشات على الركوبه، قلت لها طب هاتيه متعالي على اساس ان الواد تعبان تعب عادي يعني. لانه كان بيتعب، كان كنا كاشفين عليه وكده. اي طفل صغير بيتعب. المهم يبقى طبعا رحنا جينا، جيت انا خدتها ورجينا على المكنه ورجينا الفاشن هنا على المكنه. جينا من على بن صالح كده، طريق بن صالح. دخلنا المستشفى كانت الساعه تعملها حوالي 7:30 8 الصبح. لا الصبح ما كانش في حد طبعا في الاستقبال غير الدكتوره اللي قابلتنا اللي اسمها رباب. هي كانت شايله الواد بقى، هي اللي هي ام مريم ديت كانت شايله الواد. ايوه كانت شايله الواد، وما يعني ما كانش في اي حاجه تدل خالص ان دي تعمل كده. سبب ما انا قلت الكلام دوت لمحمد بيه ابراهيم، مش مصدق ان مراتك القديمه تعمل كده. انا مش ما كنتش متخيل اصلا ان كل ده يحصل. الدكتوره قالت لك ايه بقى؟ الدكتوره اللي اسمها رباب ديت راحت كتبت على حجنتين جبتهم من الصيدليه من تحت، وقالت الواد ده عنده ضيق تنفس وان شاء الله هيبقى كويس. ونص ساعة، يبقى طبعا نص ساعة ضربت لها في ساعة، ساعة ونص، ما فيش حد سأل فينا، طبعا زي ما أنت عارف في المستشفيات وكده. كان طبعا كنا احنا في المبنى الجديد. أنا نازل ودكتورة كده ما أعرفهاش، كبيرة في السن شوية. طالع اتقابلنا على السلم، بقول له يا دكتور بعد إذنك تعالي شوفي الطفل دوت. في دكتورة قالت عنده ضيق تنفس وما ونص ساعة ومحدش سأل. الواد كان بيعيط ولما دخلنا وعطته الحجن ما يعني ساكت كده ما بيتحركش ولا بيعمل اي حاجه. طبعا بعديها بشويه راحت الدكتوره كشفت عليه، قالت الواد دوت ما عندوش حاجه وميت. ازاي يعني؟ انا بقول لها ازاي يعني ما عندوش حاجه وميت؟ قالت الواد ده ميت، حد عطيله مبيد حشري او حد وهو شامه مبيد حشري. طبعا جينا بعد ما حصل. تمام ازاي وبتاع، بتسالها بتقول لها انت مين؟ قالت له انا مرات ابوه اللي هي الدكتور. بعديها على طول راحوا قافلين علينا بالدور، الدور اللي هو الثاني، وراحوا من ادمين الامين محمد تقريبا اللي هو هناك. انا بس عشان ما اظلمش زوجتك القديمه، هي انا هجيبها دلوقتي لان هي فعلا عامله الموضوع كله بسبب ان انتوا كنتوا بتعيروها بخلفه البنات. انت بتقول لا لا لا. طيب نستاذن دكتور عمرو نجيب
زوجتك. وجه اللقاء اللي بين الزوجه اللي واخدين بعضهم عن حب وللغايه دلوقتي هي بتقول لك انا بحبه. اتفضلي اقعدي يا امل. اقعدي 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 ما تخافيش. لا اقعدي على الكرسي اللي هناك يا امل تخلص عشان الصوت بس. يا امل كان في معايره ولا ما كانش في معايره بحكايه الولد والبنت؟ كان في. هو بيقول لك لا بيقول ما حصلش الكلام ده خالص عمر ما حد. عشان انا ما كنتش بحكي له على حاجه. كنتش بتحكي له ليه بقى؟ يعني ما كنتش عايزه مشاكل. كان في بس انت ما كنتش تعرف. هي طب هي من لا ما قالتليش ما قلتليش لا على المعايره. انت ما قلتليش لا. انا حصل في يوم من الايام عيرتك ان انت مثلا جبتي لي بنتين ما قلتلهاش. لما انت ما كنتش بتعاين بس كنت بتزعل. اول ما خلف اول بنت قال لك ايه؟ كنت بتزعل. كنت تاني بنت قلت لها قال لك ايه؟ وقلت لي انا كنت نفسي فواق وبتبقى تفضل زعلان شويه وبعد كده بيبقى عادي. طب ده امر عادي يعني ما هو كل واحد يعني الواحد بيحب ان يكون معاه طفل مثلا عشان يشيله راجل لا يعني يشيله لما يكبر يشيله في شغله. البنتين بس انت كنت يعني ايه المانع؟ ما انا قلت مع السنين ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالولد ما فيش مانع يعني. ودليل على كده ان انا لحد انت كان معاك البنتين انا بعتت لك وجبتك برضه. وده يثبت ان الحمد لله يعني سامحني تيانا ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بطفل منه ويرزقنا براجل. لان انا حلم حياتي هو اي راجل مش مش مش, مش ومعلش بعد اذن محمد بعد يعني اتكلم كده وانا يعني اي راجل مثلا صنايعي اي راجل موظف راجل بيتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه براجل عشان يشيله يعني يشيله ويشيلني في شغلي مثلا اعلمه كهرباء مثلا اعلمه صنعه يروح معايا الغيط يشيلني. انت اول ما جيتي وجيتي بالبنتين بنتي اللي هي مريم الكبيره قعدت اكتر من 10 ايام تروح معايا الغيط الصبح لان انا كنت محروم منها. بس انا ما شفتهاش. تمام حصل ولا ما حصلش؟ انا برضو في نقطه برضو ازاي انت كنت شرطه شايف ان الحياه سهله يعني مش ما فيش تفرقه بين الراجل والبنت والكلام اللي هو كلام الحواديت بتاع زمان ده. ما فيش فرق بين الولد والبنت يعني. الراجل زي البنت بس زي البنت بس اي راجل منا معلش بعد اذن الناس اللي قاعده بيتمنى ان يكون يعني حلم حياته يكون راجل. لكن انا ما فيش مره من المرات عيرت. دلوقتي انت قلت انت كنت يوم كنت زعلانه كنت شرطين كنت شرطين عليه ما نرجعش الا لما تعزل عن ابوك وامك. وبعد ما اتجوز وافيت ان انت ترجعي وتعيشي في نفس البيت وعلى دره. ازاي في الاول ما كنت شرطه وبعد ما اتجوز وافيت ترجعي وكمان في نفس الشروط بتاعته هو تقعدي معاه؟ يعني انا قلت عادي. هو قال انا مش عايزه الحكايه دي تستمر انا عايز ناكل ونشرب مع بعضينا ونقعد مع بعضينا وتبقى الحياه مختلطه من اول وجديد ومش عايز يبقى فيها يعني مش عايز يبقى في فرق تبقى انت تاكل وتشرب فوق والعيال كمان اتحرم منهم ومش عارف ويعني وتكلم معاي. انا عملت خاطر ليه وقلت خلاص انا هنزل وهقعد تحت والاكل هيبقى واحد والشرب واحد وهيبقى العيشه عاديه خالص مع ان كنا متفقين ان انا اروح عازل. بس انا قلت لا ايوه بس انا قلت لا خلاص احنا هنروح يبقى خلاص روحت. يبقى مين اللي كان بيغسل هدوم البيت كله وينظف البيت كله؟ انت ولا كنت انتوا الاثنين مع بعض؟ وهي كانت بتغسل حاجتها هي بس؟ هي كانت بتغسل لوحديها ايوه وانا اللي كنت بغسل البيت كله. شفت بقى يا باشا ما انا لسه بقول لحضرتك انا عشان هي كانت شغاله خدامه في البيت كله يا عبد الله. شغاله خدامه؟ لا 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 صح ولا غلط يا امل؟ انت ما كنتش شغاله خدامه كنت خدامه الاهل ولا لا؟ انت كنت شغاله خدامه والتاني ما كانت بتغسل هدومها هي بس صح ولا غلط يا امل؟ طب استنى وحاجه واحده بس انا عايزه اقول لك عليها. انا كنت بحكي لك عليها واقول لك ايه؟ كنت بقول لك بتقف مع الجيران ولا لا؟ كنت بقول لك انا رحت الغيط وكلت بهم وجيد والبنت ما تكنس. انت كنت بتقول لها ايه؟ كنت بتقول لها ايه يا باشا يوم لا لا رد عليا كنت بتقول لها ايه؟ مش كنت بتقول لها اعملي مش كنت بتقول لها الفرش دي كنسي مش كنت بتقول لها ايه معاكي؟ انا هرد عليها انا هرد عليها. يوم الاثنين انا فضلت شغال لحد يوم الاحد. يوم الاثنين رحت عشان اعزك في الغيط مع في الشام شويه الشام دي خدت البايم وراحت فضلت معايا لحد الظهر. جينا قعدنا في المنظره اللي هي اللي في المنظره اللي فيها التلفزيون. انا بقول لها يا فاطمه يا الاوضه دي اتكنست؟ قالت مش عارفه. قلت لها ازاي يعني مش عارفه؟ مش انت قاعده في البيت؟ جت دي بتقول لي اتكل على الممر بتيجي تكنس وتخبز وتعمل كل حاجه. ما هو ده ما يرضيش ربنا. ما هو ده مش معقول. ما زعلتش فيها ليه وعرفتها الصح من الغلط؟ قلت لها اللي يقعد في البيت يشيل بوديان البيت كله. تمام؟ جام تاني يوم اللي هو يوم الثلاث جاموا الصبح ديكا ودت الفطار وديت لنا الفطار انا والناس اللي كنا شغالين وجام قطع وكانت لا مؤاخذه صرخ من البيت وراحوا هما الاثنين
وجابوا حشيش وجابوا تبن وجابوا حياه من الغيط، يبقى مفيش حاجه كده، يبقى هما مفيش حاجه. يعمل اهو وانت بتنزل الفل اهو، انت ما تبصش لحته الغسيل. لا يا خلاص انا مصدقك في موضوع الغسيل، يبقى كده ما كانش في اي راجل كان بيحكم بالعدل بينكم. حته الجمل، حصيد الجمل، خلاص اصلا مش هنبداهم حصاد حصيد. لا ما هو حصيد راحوا حصدوا مع بعض، راحوا ربطوا مع بعضهم. دي كجال بتعمل ايه في الحصيد ولا كانت بتعمل ايه في التراب ده؟ كانت بتعمل ايه معانا في الغيط؟ دي كجالت انا مش بعرف اربط. كانت بتعمل ايه معانا في الغيط؟ انا عايز اعرف. قول يا استاذ حنفي كانت بتعمل ايه معانا في الغيط؟ واحده ما عندهمش ارض، ما عندهمش ارض، اول سنه تحضرها معايا. استاذ حنفي انا هقول حاجه، اول سنه تحضرها معاك في الحصيد، انا عندي بيت ابويا، لا كنت بعرف احصد ولا كنت بعرف اروح الغيط، ما كنتش عارف احش ولا كنت عارف اعمل اي حاجه. ابتديت من ساعه ما اروح عند بيت جوزي يبقى دي مسؤوليه. رحت حشيت وبقيت احمل حمل الحشيش ولا الراج، وبقيت احصد وبقيت اعمل كل حاجه، وانا ما كنتش بعرف اربط. انا قعدت كذا سنه عندهم، هم انا هم يكسروا بط وانا اشيل واحط عليه، لحد ما اتعلمت الحصيد واتعلمت التربط. مش مرتك جديده ليه كده؟ صح كده، هي بقى كانت سايقة الهبل شوية. ما كانتش تقول لك انا مش بعرف احصن. جينا في الحصيد ما كملتش معانا الحصيد. جاب الولد. وكانت كل شوية بتتلكك وتقول ورد عليا، كانت كل شوية بتتلكك وتقول انا راح اسقي الوقت في البيت ولا لا. ماشي. ما كانتش بتعرف تربط، كنت انا وهو بربط وهي دوبك بتلم من ورانا القمح. كانت يعني بجد كنت بتعمل كل حاجة. بالشكل ده انت كنت بتعمل كل حاجة. كانت كل شوية بتتخانق في الغيط، انا وهو كنا بننزل السبخ بالبراويطة. يعني كل الناس اظن عارفه انت اصيله يا ام مريم، اصيله، وكنت معاه بما يرضي الله، وكنت يعني بقيت اقول له الحاجه التقيله اللي نفسي اعملها عنك عشان اعمل. عملت كده يعني؟ لا انت عملت كده، هي دي النهايه يعني؟ انت لا عملت كده، لا موت الطفل ده اللي عنده شهرين ونص، عمل لك الطفل عشان تموتيه؟ لا عملت كده بسبب المعايره يا ابو لا 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 مش بسبب المعايره. امال بسبب ايه؟ الغيره. الغيره انا لو بغير ما كنتش روحت، ما كنتش روحت عشان خاطر رب البنات وسطيه. انا بتحبك جدا يا لا لا يعني بقى منها بتقولي حتى قبل كده تاني ما حبيتش في حياتي قد ما حبيت جوزي، صح كده؟ هو فعلا كده، وروحت عشان خاطر كنت بحبه وانا قايله له الكلام ده. ده انت كمان حب غير عاده، مش حب يعني واحده تجرح قلبها اللي مليان بالحب ده كله وتتجوز عليها ورغم كده تغفل لك وترجع لك؟ لا يا بنت، ده انت كده فعلا حب غير عادي والله. والله العظيم اقسم بالله، يعني انا كنت بحبه ورجعت عشان خاطر بحبه، وقلت عشان خاطر البنات. وقتلت الطفل ده عشان بتحبيه برضه، عشان يكون له عليك لوحدي. صح يا ابو عبد الله؟ يعني انت عايزك انت كلك لوحديها ليها هي بس. هي دي النهايه بيه؟ مش هي دي النهايه. ما فكرتش في مصير ولادها؟ ما فكرتش في مصيري انا؟ ما فكرتش في مصيرها هي؟ ازاي يعني؟ ازاي ان انا عايز اتخلص من عشان الحاجه تبقى معايا اعمل كده؟ ازاي يعني؟ وعملها الطفل عشان مثلا يعمل معايا كده؟ تستحمل هي؟ سيبك من حته الواد والبنت، تستحمل هي تعمل مع بنتها كده؟ الكبيره ولا الصغيره؟ تستحملي؟ وبعد كل دوت بتصل بيا وتقولي لي تعالى ورحت معايا المستشفى ومفيش حاجه. انا نفسي لحد ما محمد بيه ابراهيم ما كان قاعد معايا بالليل وقمت رحت النيابه، اتعمدت معلش مع اذن الباشا برضو ان انا قمت بدري عشان اكلمك، ورحت دخلت دوره الميه ورجعت بقول لك انا مش مصدق ان كل ده يحصل مني ومش متخيل اصلا. ما الثانيه كانت بتجيب العيال الصبح وتديل على حجر جدها، وجدها انا اللي جبت الولد، انا اللي جبت الولد، برده كان ضغط عليها جامد يا ابو عبد الله. ما انت برده يعني لازم برده نرحم شويه يا باشا. دي مش ده بعد اذن حضرتك، ده مش مبرر تخليها تعمل اللي هي عملته. رد عليه ده، بيقول لك مش مبرر ولد ايه؟ ما ترد عليه، دافع عن نفسك. مش مبرر ليه؟ لما اهلهم جم، اهلها جم ودقوا فينا في البيت وخلتني نازله من على السلم، وراحت جايت لي ما انتوا اديلكم سنه كويسين، اشمعنا دلوقتي؟ اول ما رجعت انت خربت البيت. يعني من ساعه انا ما رجعت امها كانت بتعمل فينا ايه؟ امها مش كانت بتكتب لنا؟ حرام عليكم، امها مش كانت بتكتب لنا؟ عمك اللي فك الكتاب ولا لا؟ عمك قال لك ايه؟ ولا قال لي ايه؟ ترد يا ابو عبد الله، شوف بقول لك ايه، ده كان بيكتب لكم بالسحر قمر، والناس يعني الناس وصلت العالميه ولسه الناس يعني معتقده ان في كتابه وفي مش عارف. طب ماشي، ما انا بقول في، انت مش طلعت الكتابه من قدام الباب وقبل ما تجيب الفرش بتاعي الجديد ورحت طلعت الكتابه من تحت السرير؟ فعلا حصل ولا ما حصلش؟ فضفضي فضفضي وقولي احسن، ده هو مخبي حاجات كتير. شفت الكلام يا باشا؟ اسمعني بس، انا يوم ما اتجوزت، يوم ما اتجوزت خدت عهد بيني وبين نفسي. تمام صح، لا احنا بالله الحمد لله معايا، المفروض اتنين ما بحلفش غير بالله العظيم ثلاثة، وقلت بالله العظيم ثلاثة يبقى الكلام دوت حصل يبقى حصلش. تمام ماشي،
ساعتها بعد دي ما جت وطبعا ديكا قالت لي انا مش هقدر اقعد في البيت ومكلم من ده، قلت لها ما ينفعش ما تقعديش في البيت ده هي اللي راسي عليك. خلاص عايز بس عشان اختم معاك دلوقتي، انت تتوقع مراتك الغلبانه دي عملت كده ليه؟ اللي بنت ضرتها ليه؟ ابن ضرتها ليه؟ وعارفه ان روحك انت فيه وهي بتحبك جدا. يا باشا انا روحي في ولادي كله، البنتين والولد. وكان بيفرق في المعامله بين الولد والبنت. طيب يا ام مريم. لا رد عشان دافع عن نفسك. كان بيعامل فعلا الولد غير البنت. عادي بس هو كان زعلان لما انا كنت بجيب بنات في الاول. طب دلوقتي هو عايز ياخد الولاد يربهم عنده. هتوافي انت البنات؟ لا. لا امال مين اللي هيربيهم؟ اهلي هم اللي هيربوهم وام اللي هتربيهم. والله كويس بعد اللي حصل ده العيال ما يستنوش دقيقه واحده هناك. انا كنت كله لحد ما كلمت اخوكي قلت له انا مش عايز اخد اي خطوه بالنسبه لحته العيال عشان خاطر الله اعلم بالقرار لسه ما جاش. يبقى طبعا طالما كده الموضوع كده انت اعترفتي يبقى العيال ما يستنوش، العيال يعيشوا في عز ابوه. احنا الحمد لله انا مشكت عايز ابوهم ومرات ابوهم اللي جات لها، يعني ازاي تأمن ولادها على واحده جات لها هي ابنهم؟ يا عم سيبك من مرات ابوهم وسيبك من امه، انا اللي يهمني في الحدوته دي كلها اولادي يتربوا في بيت. مين اللي هيربي ولادك؟ انا اللي اربيه. ومراتك الجديده اللي انت اللي هي دي قتله ابنها ازاي تربيه؟ اقول لك سيبك من دي وسيبك من سيب... ما سيب خلينا بالعقل، مين اللي هيربي البنتين؟ انت هيربيهم؟ هل تعرف تربيهم زي اهل ما بيربوهم؟ هل امك واختك هيعرفوا يربوهم؟ لا مش هيعرف. انت ما فكرتيش في ولادك ليه قبل ما تعملي كده؟ والله ان شاء الله نفس محمد باشا ابراهيم معانا وان شاء الله عليك. الموضوع ده انا كنت عامل انت خايف عليه من اولادك؟ ما ابوهم اللي هيربيهم يا ابوهم غير لما يشوف القرار يا بيه. لا استنى هي عايزه تتكلم يا ابو عبد الله. عايزه تتكلم ايه؟ عايزه تتكلم، عايزه تقول ايه بس؟ عشان ايه؟ مرتي الجديده ان كانت مرتي الجديده هتيجي عشان تحرمني من ولادي والموضوع ده يجي كده؟ لا بلاش منها خالص. ما ممكن تيجي تموت لك عقب بنت. بلاش منها ما تجيش تخلص وتاخد حاجتها. ما مش هتقول لك ممكن تموتهم زي ما هي موتت بنت ابا يا باشا ما تجيش. انا اللي يهمني ولا تهمني دي ولا تهمني ديك دلوقتي، انا اللي تهمني عيالي يتربوا ببيتي انا، لان انا راجل مشكت. انا رايح الحمد لله صنايعي وراجل شغال صنايعي في الارض وصنايعي في كهرباء في الارض. مين اللي هيخدم العيال؟ انا اخدمهم يا عم. ما انت تبقى في الارض وفي لا يا باشا ما ده مش ولا هتجيب لهم واحده ثالثه تتجوز ثاني؟ والله يا بقى ان شاء الله ده الله اعلم بيه. وانت رايك ايه دلوقتي؟ هياخدوا الولاد منك كده يا باشا؟ شفت المصيبه بقى؟ هي لا ما فكرتش في حته العيال، لا ما فكرتش ان علاقه ولادها دي هتتحرم منها، انا اللي هي بتحبني هتتحرم مني البيت اللي هي فيه. لا يعني انت لا ما فكرت لا ما حسبتش كل ده، لا ما حسبتش كل ده. ده ماله ده قطع في ده اوعى من كتر غزها فيا ان هي مع الوان من كتر عبهم فيه. بصي دي اكتر من امه مش دي بس انا راجل بس احل شوي ليش هو اللي لاج ازاي احنا بتتخرب حسب الله اللي ممكن فيه. فعلا حصل ولا ما حصلش؟ الفكره دي جات لك ازاي؟ مش عارف عادي جبت الحب خدت فيها شفاية 100 حشرة وديتها له في رقبته. بس كابتن الرائد محمد ابراهيم رئيس محكمة مركز الفاشن، اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا باشا. يعني قضايا انا مش عارف، يعني طبعا يعني قله الوازع الديني وقلة يعني الراجل نفسه في ولد، الست شاف ان في فرق في المعامله، في معايره من الزوجه الجديده وتعرف اسمهم دره جايه من الضرر اللي وقع عليها لما جوزها اتجوز عليها. يعني قضيه غريبه وما اعرفش الزوجه هيكون قراره ايه ولا الزوجه حتى هيكون يعني ازاي اقدمت على هذا الفعل الشنيع. والله يا باشا احنا قدام قضيه بشعه ونادره
ما بتحصلش يعني انا يعني بمجال شغلي كله انا اول مره اشتغل في قضيه في طفل عمره شهرين يعني. وهو اللي حصل احنا جالنا بلاغ من نقطه المستشفى ان دكتوره وقعت الكشف الطبي على طفل صغير وقالت ان هو يا شارب يا اما شامم مبيد حشري وان في شبهه جنائيه. فطبعا انتقلنا هناك بصينا طبعا على جثه المتوفي الطفل لقينا اللي هي طلع منه فعلا ريحه مبيد حشري. ده طفل عمره شهرين يعني ما ينفعش نقول عن طريق الخطا يعني. هي في ناس بتحصل عن طريق الخطا صحيح. بيبقى حاطط المبيد الحشري في ازازه ميه معدنيه ولا ازازه ميه يجي فاكرها ميه يشرب دي بتبقى عن طريق الخطا. لكن ده طفل ولا لازم طالما وصل له المبيد الحشري يبقى حد وصله له. فبدانا نحصل طبعا مين اللي قاعد في البيت وجبنا الدكتور مفتش الصحه افاد برضو بنفس كلام الدكتور بتاع المستشفى العام وقال ان في شبهه جنائيه في الوفاه بس ما اديناش اي تفاصيل طبعا ان ده شغل الطب الشرعي. فبدانا نحصر مين اللي متواجدين في البيت ومين اللي كانوا متواجدين قبل الطفل ما تسيبوا حاله الاعياء. فعرفنا ان هو اللي كان متواجد اللي هي عمه الطفل وجدته من والده ابوه واللي هي مرات ابوه وهي مرات ابوه. فطبعا جبنا يعني جبناهم وقعدنا نتكلم معاهم توصلنا بقى ان هي اللي عملت كده وبدات تحكي لنا اللي حصل. مبررتها يا فندم هي مبرراتها يعني اللي هي بتقول ان هي كانت جوزها بيحب الواد عن البنات وان هي ان ضرتها على طول يعني مش بتعايرها بس هي طول النهار يعني تدي الواد لجده وتطلع قدام الناس انا اللي جبت الواد شوفوا الواد الحاجات اللي هي اللي بتتم بين الزوجات دي يعني بالظبط كده. بس طبعا ده مش سبب ما فيش اي مبرر لاي جريمه طبعاً. فما بالك بطفل عنده لا يملك من ارادته شيء شهرين ويموت الموت البشع وتعذب ده الولد ده واخد حقنه في رقبته. وتاني حاجه برضو يعني هي برضو قلبها جامد والسر اللي هي كانت مرتبه للجريمه دي ان هي بعد ما عملت كده خدت الولد اتصلت بوالده وعايزه توديه المستشفى وعارفه ان الولد في ايه. حتى ما وصلت بيه المستشفى كانت اقل حاجه كانت تقول للدكتور او الدكتوره ده في كذا حتى لو هي حست بالندم. لكن ده هي فضلت ما اعترفتش الا يعني حوالي بعديها تاني يوم ما اعترفتش الا تاني يوم يعني هي كانت مصره اللي هي ما تعرفش حاجه يعني. فهذا اصرار يعني هي عملت الغلط ومصره عليه مش قصه ندم. الندم كان لو كانت حست بالندم زي بعد العمله اللي عملتها دي كانت اول ما وصلت بالولد المستشفى ده هي رايحه بالولد شايلاه بدل امه. فحتى دخلت للدكتور ما فادتش الدكتور ان هو في كذا الواد ده واخد حقن كذا. الغيره ممكن تعمل كده؟ الغيره ممكن بين الضراير او بين ان الزوج بيفرق بين الولد والبنت انها تعمل كده؟ والله انا اللي اعرفه ان هو الزوج ما بي يعني هو ما كانش بيفرق ولا كان فيه هو غير زوجات في بعض وحاجات شغل الزوجات درر مع بعض في البيت. لكن الزوج ولا والده ولا والدته بيفرقوا ان كلهم ولاد. وجه دورنا دلوقتي على ام عبد الله ودي الام اللي فقدت اعز شيء عندها فقدت ابنها فقدت الحلم اللي كانت بتحلم بيه الباقي في حياتك. شد حيلك بتاع ربنا الحمد لله. انت محمله جوزك يعني اللي ملوش طاقه ليه يعني ليه بتعملي كده؟ هو التاني ما هو فقد ابنه اللي كان بيحلم بيه هو السبب. هو السبب انت السبب انت السبب. عارف انت السبب؟ لا عشان ما حكمتش او انت السبب. ما حكمش ازاي؟ ما حكمش بالعدل. كان بيقعد لا يا حنفي حصلت موقف في الغيط ضربني في الغيط وبعد مره ضربني في الغيط عشان اخته غير الكلام ما حصلش مني انا. انت اللي جابالي الولد كان بيعاملك معامله خمس نجوم زي مين؟ هو اساله السؤال ده هو مش تستنيش انا. معاملته زي الفل قوي 100 10 على 10 بس هقول منه لله. يعني كان بيعامل مراته القديمه احسن منه؟ ايوه كان بيعامل ايوه كان بيعامل قد ما قال لي في بيت ابويا عند البنتين احسن من الوقت والله وحياه ورحمه الغالي قالها لي في وسط بيت ابويا قال عند البنتين احسن من الوقت في اكتر من كده اهو في وشه
ايوه. امتى بقى الكلام ده حصل؟ ساعه ما كنت اول مره اروح عند بيت ابويا، وساعه ما نسوني اخواتي جالوا. انت برضو ساعه ما نسوني اخواتي وقالوا هتوحشنا يا عبد الله، هتوحشنا يا عبد الله، يرد على نسوني اخواتي يقول لها انت عاوزه عبد الله، وام عبد الله يقعد شهر شهرين سنه سنتين معاه. كان بيحب مراته القديمه اكتر. ايوه اكتر منك انت. ايوه. طب اتجوزك ليه طيب لما بيحبها؟ اسال السؤال ده بقى. هو انت عندك مين؟ فيها هي. ما كانش بيحبها. فيها هي عشان روحها، عشان ابعت لها كذا مره على المروح هي ما رضتش، عشان طلعت قال لهم كلام. حب يكسر نفسها. ايوه. هو قال لها هتجوز. هي بعتت له قال اتجوز، والكلام ده عرفته منه من هو من اصرف نفسي. انا كانت معايا الزوجه دلوقتي اللي هي قتلت ابنك، قالت انت كنت دايما بتعايريها ان انت اللي بتجيبي الولد. والله وحياه ربنا والمصحف في شريف ما حصل. انت بتجيبي الواد وقعديه على حجر جده، خد انا جبت الولد، خد يا ولد. لا ما حصلش. وابوه بره هو اساله. كنت بتغسلي غيرك انت وجوزك وهي اللي كانت شايله البيت كله. لا ما حصلش. وهوجه الكلام ده وعاوزين اوجهه في وشه. اهلي كان بيقول لك ويقول لك يعني انت كنت عايشه كويسه مع جوزك، او ايه اللي حصل؟ الكلام ده كان بيقول لاشرف اختي الكبيره، بتقول له ياشرف ما كنتش كده، ياشرف مع فاطمه قبل الولاد وقبل انت ما تروح. هي بقى اشرف شتمها وبهدلها، هو هي ومرت اخويا. بتعرف تعمل حاجه في الغيط؟ انت كنت بتقعدي بالسوق الهبل على عشرتنا زي ما قالت، هي اللي كانت بتعمل وهي اللي بتحصل. والله العظيم ما حصل، ايد على ايدها، وكانت هي في البيت، وكنت هو اللي قال لي روح الغيط. وبروح الغيط ابني اللي شهرين ولا شهر ونص بسيبه وروح الغيط، اللي ابني انت عندك. هي اللي كانت بترضع وهي كانت بترضع. ما حصلش. كنت ببعت ابني مع مرت ابن عمها، ابن عمته. بترضع الوقت ايه؟ غير هي مره واحده من ساعه ما جت، مره واحده سرقت من عندها الفوط والحاجات دي. ما حصلش. انا عايزك تواجهيها بس مش عايزك. لا هاتها. انا خايف عشان تزعلي. هاتها. لا بلاش. لا هاتها بلاش. لا هخاف. لا ما مش هخاف غير من رب اللي خلقني. اجيبها لك. هاتها وهوديها اخلع شبشب وهديها على دماغ. لا بالادب، كله بالادب، عشان ما بحبش التلطش وما بحبش هواجهها واواجه اللي جايبينها كمان. طب عايز تقولي حاجه لجوزك؟ منه لله. منه لله عشان ما حكمش بالعدل. عشان ما حكمش بالعدل يا استاذ حنفي، عشان خاطر ربنا مش عايز اشوف. ازاي بقى؟ ازاي طيب؟ ازاي بقى ما حكمتش بالعدل ايه؟ لا عشان روحت مصر، عشان حصلت موقف مسكنا بالحزام ضربني وهني ماشي قدامها. بيكسر نفسك كده؟ ايوه كده بيكسر نفسك اهو. طب يا اشرف قالت ما قالها هتطلع هوديك، وطول مش هطلع مش طالع. حصل كذا موقف كده، يلا هوديك عند بتوه، قلت انا مش طالعه دي بصراحه. قالها يلا نلم الجمح. انت كنت متجوزه قبل كده، فهو زي ما يكون يعني ايه كسرك شويه. قال يلا عشان نلم القمح. قلت له يا اشرف مش هقدر الم القمح. قال لي انا تعبانه، والضرب اللي انت ضربته بالحزام على ظهري ضرب جامد الدرجه دي. ايوه كان متفعني من الدم من حنك ومن مناخيري. والله العظيم حصل. وكان في شهود. فيها شهود. ايوه فيها شهود. لازم يجوا معاه. لا حد الشهود. هجيب لك مين ولا مين؟ هجيب لك البلد كلها. انت جبار يا بابا. هجيب لك البلد كلها. رد عليا. هجيب لك البلد كلها. رد عليا. رد عليا. هجيب لك البلد كلها. هجيب لك ام تلال هي اللي صفت النور. وراحي صفت النور. انت مش الناس يعني ما عرفتك بالناس كويس. انت قدر ده ابنها برضو اللي مات. يا مش حاجه، انا بقول لمحمد باشا قلبها محروق على ابنه. انا مقدر بس بس انت مش عامل بابنك. لو انت عامل بابنك ما كانش تحكم، كانش ظالم. انت ظالم منك لله يا اسر. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اسر. ذنب ابني انا اللي قتلته. ايوه. ازاي يعني؟ اقتلنا. انا اللي قتلته. ازاي يعني انا اللي قتلته؟ اقتلني يا بنت. انت مولف على الضرب فيا. مولف على الضرب. ايوه عشان انت مولف. الله محمد رسول الله. يا بيه العقليه دي. انا عايز اقول لك على حاجه. عشان انت مولف على الضرب فيا. اسمعي بس. لا انا عايز اعيش. عايز اعيش عشان ما فيش حد يقدر. وانت مخك مليان ب60 ميل. منك انت. انا سمعت حاجه انا مش مصدقه. هل فعلا كان عايز ياخد الواد يدفنه على طول عشان يطلعها من القضيه؟ الله اعلم. ما كنتش انا وجوده سيد حق ربنا الجاه. لا الصوره جت اهي. ده صوره عبد الله. الله يرحمه بقى. عارف ده؟ عارف ده ولا مش عارفه؟ رد. عارف ده ولا مش عارفه؟ عارف ده؟
عارف الضماق لغايه دي الاسماء. رد عليا رد عليا وكل ما صور على التليفون بتمسح. انا مسحته. ايوه أنا. ايوه رد عليا رد عليا يا زهرب رد عليا يا زهرب رد عليا يا زهرب رد. تمسح صورة ابنك من على الموبايل. كل ما صور الصورة بتتسحب. ما تصورش بيها وتصور الصورة المدام بتاعتك. رد. صورت الممر على التليفون. ايوه. وانت صورتك لا. رد. رد يا ترى. الذنب ده ايه؟ قال لك لا هشيل اسمه. رد. البلد يشيل اسمه سامح. رد يا ترى. هشيل بناتها. بناتها اللي يقول اكتر واحد اتضرر في الموضوع ده مين؟ انا. انا دلوقتي بيتي اتخرب. ماشي ابني مات واتشرع قدام عيني قدام باشا ورحنا اتفناه واخد بال حضرتك وديك اتحبست والله اعلم المصير ودي ودي دلوقتي اهلها خدوها مجرد ان احنا طلعنا من عند جوزك في اللوح. اولادي انا دلوقتي اولادي انا البنتين اللي انا كنت برضو يعني الحمد لله بما يرضي ربنا ما كنتش عامل طفره بينها وبين مرتي ديك هي وبين ولادي كلهم بما فيهم الواد والبنتين اللي انا دلوقتي صلى على رسول الله انا دلوقتي اللي انت لك حقوق علي ابني عيان اروح اكشف عليه يا شيخ ساعه ما اقول لك يا صرف الخصات حق شرعي مش بتديها لي رد عليا رد عليا خالص 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 مش بتديها حقوق شرعيه بعد الاربعين بعد ما ربنت بعد الاربعين يوم والحقيقه دي انا طلبتها بالسان قال يا تعبان مره يقول تعبان مره مش عارفه انا بيبقى زي الفل مع مراته الجديده وقت ما قال لمرت اخوه قال ما قال مرت اخوه انا بروح مرت القديمه كل ما اخش المرت القديمه كانت ولا العروسه والله العظيم مات مرت اخوه قالت لي في التليفون بيذبحك بيذبحك قولها مرت اخويا والله ده ذبح ده ذبح انت ما قالت لي مرت اخوه قالت لي في التليفون طب عشان اخلص يا بخش عند امل بخش ولا العروسه الجديده جوزك ليه طيب قولوا هو ما قلتش انا لا هو يعتبر واخدني عند عندي عشان يغزل لا ذنبي ايه ذنبي ايه ذنبي ايه لا في اساس لا اساس لا اساس ده 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 ماله ده ما طحش ده مش جنبه مش جنبه خالص مش جنبه يا باشا انا حد واخد مقدر مش جنبه انت هتعيش مع جوزك تاني ولا لا طالبه طلاق منه مش هيقعد معاه ايوه ليه طب هو كان هو اللي موتوه طالبه طلاق منه ومش عاوز اعيش معاه ولا بحلو ولا وحش طلاق انت ناوي تعملي دلوقتي في الموضوع ده ولادي البنتين انا بس انا بس انا 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 انت مصممه لسه انت تشوفي زوجتك لكن انا دلوقتي ولا ايوه مصمم هاتوا لنا الزوجه الثانيه بعد اذنك انت بتقولي انك بتعايرك صح الكلام ده صح ما حصلش معلش انا عادي عادي يفترض بالنسبه لي عادي خليها ابني ذنبه ايه موتي ابني لا ذنب ابني بس لا لا بس يا بنت خلاص 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 ظروفها قدر ظروفها يا بيه انا بقدر ظروفها بيه طيب اه بس بصيت يلا اكتر من امه مرتي بس انا راجل بس احل شوي لا هو اللي لا ازاي يعني لا بتتخرب بتتخرب حسب الله اللي ممكن فيه فيك انت لا فيك انت فيها لك ايه عشان حكمت بالعدل حكمت بالعدل غصب العنبوت انا حكمت بالعدل بمرض ربك كون هنا اسبوع وهنا اسبوع بس ما حصلش ما حصلش انت عايز تعمل ايه واسبوع يعني اسبوع يعني رحت عندها وساعه ما جيت من مصر وانت رحت هناك وكان اسبوع ايام ورحت عندها برضه انا اتكلم بعد اذنك طبعا اعزائي المشاهدين فشلت المواجهه بسبب انا طبعا دي انا بعذرها ابنها مات والثانيه طبعا قاتله فانا المواجهه باظت يعني انا كان نفسي اتمنى اعمل المواجهه كامله لكن طبعا الدكتور عمرو المامور وسياده الراد محمد ابراهيم رئيس مباحث يعني منعوا المواجهه دي ياخدوا منا انت وهي حزب الله ونعم الوكيل فيك يصرف انت وانت وامل انت محمل جوزك مالها طاقه ليه سيبيه ده حزب الله ونعم الوكيل فيك يصرف انت وامل والله ما اسكت على الكلام ده هي كده بتوجه لي قال ان انا قتلت ابني الكاميرا هتعمل ايه هرفع عليك قضيه والله هرفع عليك قضيه قضيتك ايه انت مش بتعرف الكلام اللي بتقوليه ولا اللي كانت تتكلم لحقك بقى وتنسى طبعا اعزائي المشاهدين هنختم الحلقه بس يعني انا مش عارف يعني هو فعلا من وجهة نظري انا ما اعرفش ان الزوج هو اللي فعلا الخسر الاكبر في الموضوع خسر اولا انا اتخرب دلوقتي دي اخدوها اهلها تمام
ومرتي دي كانت حبس، مرتي دي كانت حبس، واولادي اتشرد وابني اتشرح قدام عين. يعني انا اكتر واحد ضربت في الموضوع ده. انت السبب؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. انا كنت انا السبب، انا كنت معاكي في الغيط، انا كنت معاكي في الغيط. وانا جيت الليله دي يوم الثلاث في الليل، مش قعدت عندها هي ساعه ولا نص ساعه بالليل؟ حصل ولا ما حصلش؟ ما كانت ليلتها هي. كذاب كذاب، احلف لك على مصحف انت كذاب. بس هجلبوا عليك، هجلبوا عليك. حصل الموضوع انتهى؟ لا 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 لا، انتهى الموضوع اعزائي المشاهدين. والله ثلاثة بتجد والقران المجيد بتجد. انا حلفت وقلت لحضرتك انا ما بحلفش غير بالله العظيم، انا عايز اخد حق ابني، واللي عمل كده في ابني ربنا سبحانه وتعالى يديله حق. وانا يعني خلي بالك يا باشا، بعد اذن حضرتك انا عايز اقول حاجه. انا زي ما انا فرحان ان انا رحت المستشفى على زي ما انا زعلان، انا زعلان ان ابني مات ماشي، وفرحان ان احنا رحنا المستشفى وربنا سبحانه وتعالى يجيب لي حق ابني. قرارك النهائي، قرارك النهائي لزوجتك اللي جوه دي ايه؟ خلاص كده، طالما عملت كده يبقى تتسلل اللي حصل لها. ايه هو اللي ناوي تعملوه؟ تتشنق. وبالنسبه لها هي ضغط على ذمتك اللي بتقول؟ ما خلاص كده الموضوع خلص، انا خلاص هتخلص. هتخلص هي. وبالنسبه للجديده برضو الله اعلم بمصير. هتقدر تعيشي معاه؟ اللي موت ابني يموتني، وده مالوش امان عايش معاه. ايوه يعني اللي موت ابني بيموتني. يفهمها زي ما تفهمها بقى. عايز تقول ان هو كان متفق مع مراته الجديده؟ صراحة انا شاكك في كده. عشان تمشي انت ويرجع لمراته؟ عشان هو قال لي قبل كده. أيوة. ماشي، لو امل حطتك في دماغك تطيرك، ولو كان ربنا حصر قدام ابوه وقدام امه وقدام اخته وقدام اخته التانيه اللي متجوزه ماشي، وقدام ابن اخته. انا ما صدقش ان في اب ممكن يقتل. والله العظيم قال لي وحياه ربنا، والله والله تاني مرة قال لي لو أمل حاطتك في دماغك تطيرك من البيت. ده 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 ماله ده قطع فيها؟ ده هوا من كتر غزها فيا نهاية مع الوان، من كتر عبهم فيه. بصي دي انا اكتر من امه مش دي، بس انا راجل بس احلى شوية. لا تعال هو اللي لا ازاي يا عم بتتخرب بتتخرب حسب الله اللي قلت فيه. ولا ما حصلش. الفكره دي جات لك ازاي؟ مش عارف عادي جبت الحب خدت فيها شفايه البيت عشان وديتها له في رجالته. اعزائي المشاهدين، يمكن اللي احنا شفناه ما يخليش اي واحد يفكر في موضوع ان هو يتجوز المره الثانيه، لكن دي استثناءات. لكن هو طبعا ابو عبد الله واشرف غلط اسبوع وهنا اسبوع، لكن الفكره ما تبقاش اسبوع عسل مع مراتك القديمه واسبوع بصل مع مراتك الجديده، لان هي نفسها بتقول كنت بطلب حقوقي الشرعيه ما كانش بيديها لي، وكان بيحب زوجته الاولانيه. وهو لما حتى لما سالته بقول له انت اتجوزت الجديده ليه وانت ما بتحبهاش؟ هو اتجوزها لان زوجته الاولانيه ما رضتش ترجع له، فقال لك اتجوز وخلاص. طبعا يعني قضيه فعلا ولن تعدله، يعني اللي يتجوز صعب جدا الانسان يعدل بأمانة. لكن الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع هو حلال للزوج، بس أهم حاجة يكون لديك المقدرة والقدرة على أن أنت تقدر زي ما بتعامل هنا تعامل هنا بالضبط. طبعا القلب ده لوحديه، يعني قلبك يهوى ده وتهوى يعني ده براحتك، لكن في الحقوق الشرعية لازم تكون فيه إنصاف وعدل. طبعا يعني أنا شايف أنه كلهم مجني عليهم، يعني حتى الزوجة اللي قتلت دي إنسانة مغلوبة على أمرها. على فكرة هي إنسانة طيبة جدا وأهلها ناس محترمين جدا، وأنا شفت أخوها
وكلمته وانسان محترم جدا. وانا على فكره ما ضغطتش عليها عشان يمكن هم كتير من الساده المشاهدين هيقولوا ضغطت عليها. ما ضغطتش على الزوجه. قال انا حاسس بيها وحاسس يعني واحده ما اعرفش يمكن استعجلت او ما خلفتش غير بنتين. ده في ناس بتخلف بالاربعه والخمسه والست بنات. ده حاجه رزق من ربنا. لكن احساسها ان ده ناقص عندها وان هي بتجيب بنات يعني الله يكون في عونها. وصعب جدا مش عايزين نتحمل عليها. نعم هي حته نجيب حقنه ومبيد حشري وتداب في رقبه الطفل عنده شهرين شيء بشع. بس انا عايز نلتمس لها. طبعا مفيش عذر في الجريمه, ده جريمه بشعه. بس هي كانت تحت ضغط جامد قوي. معانا علاء من السعوديه. اهلا بك يا حاج علاء. السلام عليكم استاذ حنف. وعليكم السلام. ايه يا استاذ حنف اللي حصل في الدنيا ده؟ انت شايف ايه اللي حصل في الدنيا؟ والله انا شايف يا استاذ حنف ان الكلام ده كله جلي كبير. هو طبعا يعني انت ايه رايك في الجواز الثاني بس الاول يا علاء؟ لا الجواز الثاني دي غلط اساسا. بس محدش هيفكر بعد اللي شافه ده انه يجوز ثاني. ايه؟ محدش هيفكر انه يجوز ثاني بعد اللي حصل ده. لا احنا مش هنحرم حلال. بس هي الفكره كلها ان كان لازم يعدل. هو تقريبا كان بيميل للزوجه الاولانيه شويه. كان لازم يعدل. هو كده كان بيميل للزوجه الاولانيه شويه. اي نعم. بس الله اعلم انه شكله انه في اتفاق بينه وبين الجوزه انه يقتل ويك. هو ربنا طبعا هو المنتقم. وانا معاك طبعا متفق معاك. والقضاء العادل. وانا زي ما وعدت الزوجه القاتله يعني لو في اي مساعده مش علشان ان احنا بنساعد واحده قاتله لكن كحته انسانيه من وسط البرنامج. لانها فعلا انا حاسس بالضغوط اللي عليها وعارف يعني ايه واحده بتخلف بنات ويعني ايه الناس بيعايروها. حاسس بدي قوي وحاسس بيها يعني. انا كنت قريب منها قوي فحسيت الالام اللي هي جواها. طبعا وقت البرنامج مش هقدر اخد اكتر من كده تليفونات. لكن طبعا لازم اشكر طبعا زميلي وصديقي زميل فاروق سيد المونتير لانه فعلا اشتغل معنا وتعب. صالح لطفي مشرف فني. خالد حسن مدير التصوير. عبد العظيم علي الفني اللي كان معنا. وشكري جد الله اللي بيتعب معنا في اثناء تنفيذ العيه. وكل فريق العمل في الاستوديو. اعزائي المشاهدين طبعا قبل ما اختم كان في برنامج اهل الخير. كان قبل برنامجي على طول وكان جايب الست ناجيه اللي طلبت من السيد الرئيس ان هو يجدد لها البيت. شيء جميل جدا لما نجيب صوره ايجابيه. واحده طلبت من الرئيس يجدد لها البيت. الزميل محمد الله طنطاوي المخرج ابدع النهارده بحلقه اهل الخير والله لما جاب البيت وجاب ازاي كامل من كله كل الاجهزه الكهربيه جوه البيت. السيد الرئيس امر محافظ المنيا ورئيس مجلس المدينه يكونوا متواجدين مع الست في خلال 3 اشهر. البيت كان حاجه تحفه. والف مبروك والف مبروك شعب مصر بالقياده الرشيده بسياده الرئيس. واتمنى يا رب تكون استجابات سريعه من كل المسؤولين. كنا نتمنى ما تكونش الموضوع ست تستغيث بالرئيس. كانت ممكن تستغيث بالسيد المحافظ وكان المحافظ يلبي لكن هي استغاثت بالسيد الرئيس والحمد لله كانت التلبيه سريعه. اعزائي المشاهدين انتظرونا الاسبوع القادم قضيه ايضا شديده شويه. نتمنى ان نلقاكم على خير. كتابه من قدام الباب وقبل ما تجيب الفرش بتاعي الجديد ورحت طلعت الكتابه من تحت السرير. فعلا حصل ولا ما حصلش؟ فضفضي فضفضي وقولي احسن. ده هو مخبي حاجات كتير. شفت الكلام يا باشا؟ اسمعني بس. انا يوم ما اتجوزت خدت عهد بيني وبين نفسي. تمام صح ولا احلف بالله؟ الحمد لله معايا المفروض اتنين ما بحلفش غير بالله العظيم ثلاثة. وقلت بالله العظيم ثلاثة يبقى الكلام دوت حصل يبقى حصلش. تمام ماشي. ساعتها ما بعد دي ما جت وطبعا ديكا قالت لي انا مش هقدر اقعد في البيت ومكلم من ده. قلت لها ما ينفعش ما تقعديش في البيت ده هي اللي راسي عليك. خلاص عايز بس عشان اختم معاك دلوقتي. انت تتوقع مراتك الغلبانه دي عملت كده ليه؟ ما اعرفش يعني واحد تقتل اللي بنت ضرتها ليه؟ ابن ضرتها ليه؟ وعارفه ان روحك انت فيه وهي بتحبك جدا. يا باشا انا روحي في ولادي كله البنتين والولد. ممكن بيفرق في المعامله بين الولد والبنت؟ طيب يا ام مريم لا رد عشان دافع عن نفسك. كان بيعامل فعلا الولد غير البنت عادي. بس هو كان زعلان لما انا كنت بجيب بنات في الاول. طب دلوقتي هو عايز ياخد الولاد يربهم عنده هتوافق انت البنات؟ لا امال مين اللي هيربيهم؟ اهلي هم اللي هيربوهم. ام اللي هتربيهم. والله كويس. بعد اللي حصل ده العيال ما يستنوش دقيقه واحده هناك. انا كنت كله لحد ما كلمت اخوكي قلت له انا مش عايز اخد اي خطوه بالنسبه لحته العيال عشان خاطر الله اعلم بالقرار لسه ما جاش. يبقى طبعا طالما كده الموضوع كده انت اعترفتي يبقى العيال ما يستنوش. العيال يعيشوا في عز ابوه. احنا الحمد لله انا مشكت عز ابوهم ومرات ابوهم اللي جات لها. يعني ازاي تامن ولادها على واحده جات لها هي ابنهم؟ يا عم سيبك من مرات ابوهم وسيبك من امه. انا اللي يهمني في الحدوته دي كلها اولادي يتربوا في بيت. مين اللي هيربي ولادك؟ انا اللي اربيه. ومراتك الجديده اللي انت اللي هي دي قتله ابنها ازاي تتربيه؟ بقول لك سيبك من دي وسيبك من دي. ما سيب خلينا بالعقل. مين اللي هيربي البنتين؟
انت هيربيهم؟ هل تعرف تربيهم زي اهل ما بيربوهم؟ هل امك واختك هيعرفوا يربوهم؟ لا مش هيعرف. انت ما فكرتيش في ولادك ليه قبل ما تعملي كده؟ والله ان شاء الله انا بس محمد باشا ابراهيم معانا وترد عليه الموضوع ده. انا كنت انت خايف عليه من ولادك؟ ما ابوهم اللي هيربيهم غير لما يشوف القرار يا بيه. لا استنى، هي عايزه تتكلم يا ابو عبد الله. عايزه تتكلم ايه؟ عايزه تتكلم، عايزه تقول ايه بس؟ عشان ايه؟ مرتي الجديده، ان كانت مرتي الجديده هتيجي عشان تحرمني من ولادي والموضوع ده يجي كده، لا بلاش منها خالص. ما ممكن تيجي تموت لك عقب بنت. بلاش منها، ما تجيش تخلص وتاخد حاجتها. ما مش هتقول لك ممكن تموتهم زي ما هي موتت بنت ابا يا باشا. ما تجيش، انا اللي يهمني ولا تهمني دي ولا تهمني ديك دلوقتي. انا اللي تهمني عيالي يتربوا ببيتي انا، لان انا راجل مشكت. انا رايح الحمد لله صنايعي وراجل شغال صنايعي في الارض وصنايعي في كهرباء في الارض. مين اللي هيخدم العيال؟ انا اخدمهم يا عم. انت تبقى في الارض وفي لا يا باشا ما ده مش ولا هتجيب لهم واحده ثالثه تتجوز ثاني؟ والله يا بقى ان شاء الله ده الله اعلم بيه. وانت رايك ايه دلوقتي؟ هياخدوا الولاد منك كده يا باشا؟ شفت المصيبه بقى؟ هي لا ما فكرتش في حته العيال، لا ما فكرتش ان علاقه ولادها دي هتتحرم منها. انا اللي هي بتحبني هتتحرم مني، البيت اللي هي فيه. لا يعني انت لا ما فكرت، لا ما حسبتش كل ده، لا ما حسبتش كل ده. ده ماله ده قطع فيه ده اوعى. من كتر غزها فيا ان هي مع الوان، من كتر عبهم فيه. بصي دي انا اكتر من امه مش دي، بس انا راجل بس احل شوي. لا تعال هو اللي لاج. ازاي يا عم بتتخرب؟ بتتخرب حسب الله اللي ممكن فيه. فعلا حصل ولا ما حصلش؟ الفكره دي جات لك ازاي؟ مش عارف عادي. جبت الحب خدت فيها شفاية 100 حشرة وديتها له في رقبته. بس بتاعت الرائد محمد ابراهيم رئيس محكمة مركز الفاشن، اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا باشا. يعني قضايا انا مش عارف، يعني طبعا يعني قله الوازع الديني وقلة يعني الراجل نفسه في ولد، الست شاف ان في فرق في المعامله، في معايره من الزوجه الجديده، وتعرف اسمهم دره جايه من الضرر اللي وقع عليها لما جوزها اتجوز عليها. يعني قضيه غريبه وما اعرفش الزوج هيكون قراره ايه، ولا الزوجه حتى هيكون يعني ازاي اقدمت على هذا الفعل الشنيع. والله يا باشا احنا قدام قضيه بشعه ونادره ما بتحصلش. يعني انا يعني بمجال شغلي كله انا اول مره اشتغل في قضيه في طفل عمره شهرين. يعني هو اللي حصل احنا جالنا بلاغ من نقطة المستشفى ان دكتورة وقعت الكشف الطبي على طفل صغير وقالت ان هو شارب يا اما شامم مبيد حشري وان في شبهة جنائية. فطبعا انتقلنا هناك، بصينا طبعا على جثة المتوفي الطفل، لقينا اللي هي طلع منه فعلا ريحة مبيد حشري. ده طفل عمره شهرين، يعني ما ينفعش نقول عن طريق الخطأ. يعني هي في ناس بتحصل عن طريق الخطا، بيبقى حاطط المبيد الحشري في ازازه ميه معدنيه ولا ازازه ميه يجي فاكرها ميه يشرب، دي بتبقى عن طريق الخطا. لكن ده طفل ولا لازم طالما وصل له المبيد الحشري يبقى حد وصله له. فبدانا نحصل طبعا مين اللي قاعد في البيت، وجبنا الدكتور مفتش الصحه افاد برضو بنفس كلام الدكتور بتاع المستشفى العام، وقال ان في شبهه جنائيه في الوفاه، بس ما اديناش اي تفاصيل طبعا ان ده شغل الطب الشرعي. فبدأنا نحصر مين اللي متواجدين في البيت ومين اللي كانوا متواجدين قبل الطفل ما تسيبوا حالة الإعياء. فعرفنا ان هو اللي كان متواجد اللي هي عمة الطفل وجدته من والدة ابوه واللي هي مرات ابوه وهي مرات ابوه. فطبعا جبنا يعني جبناهم وقعدنا نتكلم معاهم، توصلنا بقى ان هي
ان هي اللي عملت كده وبدات تحكي لنا اللي حصل. مبررتها يا فندم؟ هي مبرراتها يعني اللي هي بتقول ان هي كانت جوزها بيحب الواد عن البنات وان هي ان ضرتها على طول يعني مش بتعايرها بس هي طول النهار يعني تدي الواد لجده وتطلع قدام الناس انا اللي جبت الواد شوفوا الواد الحاجات اللي هي اللي بتتم بين الزوجات دي يعني بالظبط كده بس طبعا ده مش سبب ما فيش اي مبرر لاي جريمه فما بالك بطفل عنده لا يملك من ارادته شيء شهرين ويموت الموت البشع وتعذب ده الولد ده واخد حقنه في رقبته وتاني حاجه برضو يعني هي برضو قلبها جامد والسر اللي هي كانت مرتبه للجريمه دي ان هي بعد ما عملت كده خدت الولد اتصلت بوالده وعايزه توديه المستشفى وعارفه ان الولد في ايه حتى ما وصلت بيه المستشفى كانت اقل حاجه كانت تقول للدكتور او الدكتوره ده في كذا حتى لو هي حست بالندم لكن ده هي فضلت ما اعترفتش الا يعني حوالي بعديها تاني يوم ما اعترفتش الا تاني يوم يعني هي كانت مصره اللي هي ما تعرفش حاجه يعني فهذا اصرار يعني هي عملت الغلط ومصره عليه مش قصه ندم الندم كان لو كانت حست بالندم زي بعد العمله اللي عملتها دي كانت اول ما وصلت بالولد المستشفى ده هي رايحه بالولد شايلاه بدل امه فحتى دخلت للدكتور ما فادتش الدكتور ان هو في كذا الواد ده واخد حقن كذا بس ايه هو الغيره ممكن تعمل كده الغيره ممكن بين الضراير او بين ان الزوج بيفرق بين الولد والبنت انها تعمل كده والله انا اللي اعرفه ان هو الزوج ما بي يعني هو ما كانش بيفرق ولا كان فيه هو غيرت زوجات في بعض وحاجات شغل الزوجات درر مع بعض في البيت لكن الزوج ولا والده ولا والدته بيفرقوا ان كلهم ولاد وجه دورنا دلوقتي على ام عبد الله ودي الام اللي فقدت اعز شيء عندها فقدت ابنها فقدت الحلم اللي كانت بتحلم بيه الباقي في حياتك شد حيلك بتاع ربنا الحمد لله محمله جوزك يعني اللي ملوش طاقه ليه يعني ليه بتعملي كده هو التاني ما هو فقد ابنه اللي كان بيحلم بيه هو السبب ثواني انت السبب انت السبب عارف انت السبب لا عشان ما حكمتش او انت السبب ما حكمش ازاي ما حكمش بالعدل كان بيقعد لا يا حنفي حصلت موقف في الغيط ضربني في الغيط وبعد مره ضربني في الغيط عشان اخته غير الكلام ما حصلش مني انا انت اللي جاب لي الولد كان بيعاملك معامله خمس نجوم زي مين هو واسأله السؤال ده هو مش تستنيش انا معاملته زي الفل قوي 100 10 على 10 بس هقول منه لله يعني كان بيعامل مراته القديمه احسن منه ايوه كان بيعامل ايوه كان بيعامل قد ما قال لي في بيت ابويا عند البنتين احسن من الوقت والله وحياه ورحمه الغال قالها لي في وسط بيت ابويا قال عند البنتين احسن من الوقت في اكتر من كده اهو في وشه ايوه امتى بقى الكلام ده حصل كنت اول مره اروح عند بيت ابويا وساعة ما نسوني اخواتي قالوا انت برضو ساعة ما نسوني اخواتي وقالوا هتوحشنا يا عبد الله هتوحشنا يا عبد الله يرد على نسوني اخواتي يقول لها انت عاوزه عبد الله وام عبد الله يقعد شهر شهرين سنه سنتين معاه كان بيحب مراته القديمه اكتر ايوه اكتر منك انت ايوه طب اتجوزك ليه طيب لما بيحبها اسال السؤال دي بقى هو عندك مين فيها هي ما كانش بيحبها فيها هي عشان اروحها عشان ابعت لها كذا مره على المروح هي ما رضتش عشان طلعت قال لهم كلام فحب يكسر نفسها ايوه هو قال لها هتجوز هي بعتت له قال اتجوز والكلام ده عرفته من هو من اصرف نفسي انا كانت معايا الزوجه دلوقتي اللي هي قتلت ابنك قالت انت كنت دايما بتعايريها ان انت اللي بجيبت الولد والله وحياه ربنا والمصحف في شريف ما حصل كنت بتجيبي الواد وقعديه على حجر جده خد انا جبت الولد خد يا ولد لا ما حصلش وابوه بره هو اساله كنت بتغسل غيرك انت وجوزك وهي اللي كانت شايله البيت كله لا ما حصلش وهوجه الكلام ده وعاوزين اوجهه في وشه اهلي كان بيقول لك ويقول لك يعني انت كنت عايشه كويسه مع جوزك او ايه اللي حصل الكلام ده كان بيقول لاشرف اختي الكبيره بتقول له يا اشرف ما كنتش كده يا اشرف مع فاطمه قبل الولاد وقبل انت ما تروح
هي بقى اصرف شتمها وبهدلها وهو هي ومرت اخويا. وطارق تعمل حاجه في الغيط، انت كنت بتقعدي بالسوق الهبل على عشرتنا زي ما قالت، هي اللي كانت بتعمل وهي اللي بتحصل. والله العظيم ما حصل، ايدي على ايدها، وكانت هي في البيت، وكنت هو اللي قال لي روح الغيط. وبروح الغيط ابني اللي شهرين ولا شهر ونص بسيبه وروح الغيط. اللي ابني انت عندك هي اللي كانت بترضع وهي كانت بترضع. ما حصلش، كنت ببعت ابني مع مرات ابن عمها، ابن عمته بترضع الوقت ايه؟ غير هي مره واحده من ساعه ما جت، مره واحده سرقت من عندها الفوط والحاجات دي. ما حصلش، انا عايزك تواجهيها بس مش عايزك. لا هاتها، انا خايف عشان تزعلي. هاتها هاتها. لا بلاش، لا هاتها بلاش. لا هخاف، لا ما مش هخاف غير من رب اللي خلقني. اجيبها لك؟ هاتها وهوديها اخلع شبشب وهديها على دماغ. لا بالادب، كله بالادب، عشان ما بحبش التلطش وما بحبش هواجهها واواجه اللي جايبينها كمان. طب عايز تقولي حاجه لجوزك؟ منه لله، منه لله، عشان ما حكمش بالعدل، عشان ما حكمش بالعدل يا استاذ حنفي، عشان خاطر ربنا مش عايز اشوف. ازاي بقى؟ ازاي طيب ازاي بقى؟ ما حكمتش بالعدل ايه؟ لا عشان روحت مصر، عشان حصلت موقف مسكنا بالحزام ضربني وهني ماشي قدامها. بيكسر نفسك كده؟ ايوه كده بيكسر نفسك اهو. طب يا اشرف يا قالت ما قالها هتطلع هديك، وطول مش هطلع، مش طالع مش طالع، حصل كذا موقف كده، يلا هديك عند بتوه، قلت انا مش طالع دي بصراحه. قالها اهله، مالهم اهله يعني؟ كانوا بيعملوك وحش يعني؟ انا حاسس بيك، وعلى فكره اللي بيعمل كده بيبقى واقع تحت ضغط جامد جدا. ماله اهله بقى؟ اهله كان بيعملوك ازاي يعني وحش؟ قولي يا امل بقى، لما انت عرفت ان جوزك اتجوز عليكي وافقتي ترجعي له ولا قلت لا؟ انا في الاول كنت معترضه، بس بعد كده قلت اروح عشان خاطر البنات. انت كنت واخدهم سنه كامله عند بيت اهلك. ما انا قلت يا ربي ومصط ابوهم ومصط، حزن يتربوا بعيد، وانا لو اتجوزت وسبتهم كنت هبقى عايله همه. طب هما اهلهم برضك اهل جوزي كان بيضطهدوك ليه؟ دافع عن نفسك يا بنتي يعني. ساعات كده ابوه ما كانش بيبقى طايقني في البيت، وكان بيتلكك لي على اي حاجه. ليه؟ مش عارف. هل عشان خفتك فعلا ان مريم وجنى مش عايزه، كان عايز ولد وانت بتجيبي له بنات؟ مش عارفه، وكل مره بحلف فيها واقعد ربنا يديني بنت وكده احس ان ابوهم زعلان. لما ربنا يرزقك ببنت ابوهم كان زعلان؟ ده البنت رزق يا بنتي. هم مش عايزين كده، مش عايزين بنات. طب وانت ذنبك؟ ده الراجل هو المسؤول عن نوع الجنين ذكر او انثى، بنتي مش الست. الست دي مجرد ارض. طب وانت ذنبك ايه؟ ما قلتلوش انا ذنبي ايه؟ ولد ولا بنت بتاع ربنا، رزق من عند ربنا. قلت له. قال لك ايه؟ بس بيفضل زعلان شويه بعد كده بيصبر. برضه عشان خفت البنات. طيب انت لما رحت عند بيت اهلك وهو اتجوز، اول ما راح لك انت رجعت على طول؟ لا، كان بيبعت لي ناس لغايه ما وافقتي ورجعتي. كان معاشكم كلكم في بيت واحد ولا هي في شقتها العروسه الجديده وانت في شقتك؟ كلنا كنا مع بعضينا، بس ساعات ان كل واحده في شقتها. كل واحد كان في شقه يعني، كل اليوم كله مع بعضيكم واخر الليل كل واحده في شقتها. في الوقت ده كان بيميزك عنها، بيميزها عنك، ولا كانت المعامله واحد؟ كان عادي يعني، كان بيعدل بينكم؟ أكيد. طيب ربنا رزقها على طول بالمولود صح؟ مش عارفه، انا كنت عند بيت ابويا. لما انت رجعتي بقى كانت هي ولدت لما رجعتي ولا كانت لسه ولدت؟ كانت ولدت. كانت ولدت. اه. وانت رجعتي كنت بتشيلها العيل بقى وتلعبي معاه، ولا برضه كنت عشان هو ولد وانت بتجيبي بنات فما كنتش بتحبي الموضوع ده؟ والله العظيم كنت بشيله، وكنت برضع عشان انا بنتي، كنت برضعها. اه، ده كان يعني بترضع الواد ده كمان. اه. طب مين اللي حصل؟ طب يا والله العظيم ما عملت حاجه، والله العظيم ما عملت حاجه. انت اولا، طب الولد مات اليوم ده، كنت انتوا نظام توضيب البيت وتنظيفك انتوا اتنين مع بعضيكم، ولا هي يوم انت وهي يوم وانت يوم؟ لا، اللي كانت بتروح الغيط والتانية تقعد في البيت كانت بتقضي. اه، يعني واحده تروح الغيط والتانية تقضي. طب اللي هم هي بتروح الغيط؟ لا، وانا كنت بروح برضه وهي كانت تقعد في البيت. لا، مش يوم ويوم، يعني عادي يعني. طب اليوم اللي هي راح، يوم ما كنت تروح الغيط، الواد كان بيبقى مع مين؟ الولد يبقى مع ست وعمته. ومعاكي؟ معايا في البيت. وكان اسمه الولد عبد الله. عبد الله. في اليوم اللي هي راحت في الغيط وسابت عبد الله معاكي، عبد الله كان عمره كام شهر؟ عبد الله كان عمره كام شهر يا مالك؟
شهرين ونص. شهرين ونص. وانت كنت سواء احيانا كمان كنت بترضعيه مع بنتك صح كده؟ كنت حاسه بيه كمان ان هو زي ابنك بالظبط. عندي جوزك بقى لما جاب الولد كان بيعاملك ازاي؟ كان بيعاملها هي ازاي ام الولد؟ كان بيعاملنا عادي برضه ما فيش حاجه اختلف. بس يا اختي ام الولد فاكيد كان بيعملها ويحبها اكتر. لا عادي. ايه اللي خلى الغيره تزيد عندك؟ لا انا ما فيش غيره زادت عندي ولا حاجه. لو كنت غير ما كنتش رجعت. انت رجعت عشان جنى ومريم يتربوا في بيت ابوهم. كنت في اعترافاتك يا امل ان انت الحقنه اللي انت جبتها منين؟ انا ما جبتش حقنه ولا عطيت حاجه. بس انت معترفه ان انت خدتي مبيد حشري وسحبتيه بالحقنه بالسرنجه وعملت للطفل عبد الله في رقبته بالسرنجه موتيه. لا. طب مين ممكن يكون عمل كده في عبد الله وهو في البيت؟ انت وابوه مش معقول. طبعا ابوه اللي كان بيتمنى الولد ومش معقول تكون حماتك. ما تكونش امه هي اللي عملت كده؟ ما اعرفش. وفي ام هتموت ابنها؟ طب يا مريم امال انا ما اعرفش مين اللي موت الطفل. ما اعرفش. انت روحت في النيابه ومعترفتي واعترفت تفصيل وتمثيل بجريمه كل حاجه يا امل. سياده المقدم الدكتور عمرو العدل مامور مركز صوت الفاشل، اتفضل يا فندم. يعني على كلامها ان هي ما قتلتش ولا عملت حاجه وان القضيه كلها متلفقه لها، عفوا يعني. فانا عايز اعرف هي اول ما جت ايه اللي حصل والتحريات قالت ايه واعترافاتها كانت ايه؟ اعترافاتها انها قتلت. اعترفت بكده؟ تمام. وكمان اعترافاتها في النيابه انها قتلت ومثلت كمان الكلام ده في البيت. طب اول البلاغ فين ما جالكم؟ البلاغ جاء من مستشفى الفشن المركزي ان في طفل متوفي يعني. فانتقلنا وشفنا الجثه ما فيهاش اي اثار لاي حاجه غير ان في رغاوي من بتنزل من بقه. فبالكشف الطبي تبين ان في حقنه في رقبته. مبيد حشري. مبيد حشري. مبيد حشري. والبنت دي كانت مع جوزها في مع الولد. مع الولد. امه كانت في الغيط. امه ما كانتش موجوده يعني. بس في بال التحري بقى والبحث عن الموضوع اعترفت انها هي اللي قتل الولد دوت. بس انا شايف ان هي غلبانه وفعلا وشها وش يعني سمح وبريء يعني بامانه. وبعدين اهلها يعني الزوج كان بيضطهدها بخلفه البنات واهل جوزها في البيت بيعايروها بخلفه البنات رغم ان ما خلفتش غير بنتين. وبعدين ما خلفه البنات مش في ايد مش بيقدر للست، ده الراجل هو المسؤول عن نوع الجنين سواء كان ذكر او انثى. يعني دي مجني عليها البنت دي، الزوجه اللي عندها 22 سنه دي مجني عليها؟ لا مش مجني عليها ولا حاجه. هو جهل ناس مش مدركين للي هم بيعملوه، حقد، حسد، قلة دين، قلة خبرة، كل ده بقى بيتجمع في الأستاذة اللي قاعدة. الضغط يا فندم عليها كان جامد جدا. تعرف ستك فضل يضغطوا عليها يضغطوا عليها وفجأة لقت إن الزوجة الجديدة جابت الولد. فكل ضغط 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 انفجر. ما هو الضغط ده لا يولد لقتل يا أستاذ هنفي. لا يولد لقتل يعني مهما كانت تحت ضغط عصبي ونفسي يعني اهرب من المشكله دي اروح لمشكله اكبر. ما ده ما ينفعش يعني. الضغط كان جامد عليكي يعني؟ ايه كل لما تجيب بنت كان ابوي بيبقى زعلان. كل ما تجيب بنت؟ بس انت ما جبتيش غير بنتين اول عن اخر. طيب بيبقى زعلان على ايه؟ مين اللي شرع عليكي بموضوع الحقنه ده بامانه يا امل؟ انت غصب عنك يا بنتي الضغط كان عليكي جامد، بس ازاي جات لك الفكره دي يا امل؟ الحقنة كانت عندك من الاول ولا جبتها من بره يا امل؟ ما جبتش. كانت موجوده في البيت يعني؟ كانت موجوده بره. والوقت اللي حصل ده كان امتى بالظبط يا امل؟ عارفه كان الصبح. طب الموجود الحشري ده كان موجود في البيت يعني بتستخدموه في البيت ولا انت جبتيه مخصوص؟ على مهلك، انا حاسس بيكي ومتعاطف معاكي والله جدا. اهدي يا امل. يا امل انا كم مره دلوقتي وانا بنوقف التصوير عشان حاله الانهيار اللي انت فيك اللي انت فيها، وانا مقدر اللي فيك وحاسس بيكي والله، وانا متعاطف جدا، واعتقد ان كل الساده المشاهدين دلوقتي هيتعاطفوا معاكي. انا دلوقتي هنبتدي مع بعضينا من الاول وعايزك تحكي، لان فعلا بكائك المستمر وطرني يعني. انا اتوترت، انا من الحالات فعلا انا اتوترت فيها مش عارف اسالك سؤال واحد بسبب حاله الانهيار واللي انا مقدر فيها اللي انت فيه. فانا على مهلك وانا مش هسالك، انا عايزك انت اللي تتكلمي. بص للناس وقولي لهم
ايه اللي انت حصل لك وايه اللي الضغوط اللي كانت عليك وتكلمي وانا مش هكلمك يا عم. انا متجوزه بقالي 6 سنين يعني ماشي في 6 سنة ومعايا بنتين. كل بنت اجيبها يعني اول بنت يعني جوز زعل شويه وبعد كده قال زي بعض وربنا رزقنا بالبنت ربنا يرزقنا بواد. بس انا كان نفسي في واد. قلت له زي بعض اللي يجيب ربنا كله حلو بنات زي الصبيان واللي تجيب البنت تجيب الواد. فجيت لما جبت بنتي الثانيه ثاني مره زعل قال لي كان نفسي في واد عشان يمشي ورايا ويبقى سندي. قلت له طب انا ذنبي ايه؟ بس المهم سكتنا على كده. بس إبا دي بقى كانت بتحصل خلافات ومشاكل كتير ما بيننا وبين أهله وكده وبين أبوه. يعني دايما على طول كنت ابوه بيتخانق معايا بيتلكك لي على اي حاجة على طول. هم اهله في البيت وامه واخته اي حد. زعلت رحت عند بيت ابويا قعدت سنة سبت البيت قعدت سنة عند بيت ابويا. بس رحت عينت فيا وراح اتجوز خد بنت خالته. ما عرفتش الا يوم ما كانوا رايحين يجيبوا تمام ان هو هيتجوز. بس يبقى قعدوا سنة متجوزين. خلال السنة دي كان بيبعت لي ده انا اروح لحد ما روحت وقلت هروح عشان خاطر البنات عشان اربيهم واصطبوهم وامهم يبقوا متربين هناك كويس. يعني انا فضلت ان انا اوديهم لابوهم وقلت اربيهم واصطبوهم رغم انهم عند اهلي كانوا متربين احسن تربية وما كانش ناقصهم اي حاجة خالص. بعد كده روحت لما روحت كل شوية بقيت انا روحت لقيتها ولدي جابت واد. كل شوية بقى هم عندهم في البيت كانوا بيقولوا يعني ابنك وحش. اقول لها انا يعني كنت بقول لها ده ابنك وحش كده ليه يعني كنت بهزر معاها. فراحت جيت لي على اجل انا جبت الواد وانت معك البنات. يعني كانت بتحاول على اي حاجه انها تجرحني ان انا معايا بنات. ابتدى الخلافات والمشاكل ان هو يعني بحس كتير انهم مفضلين الواد عن بناتي. اهلها لما كانوا بيزوروك في اهلها هي لما كانوا بيزوروها بقى في البيت فعلا برضو كانوا بيعايروها بيقولوا انت اللي بتعملي المشاكل وان هي غلبانه وانت سبب كل المشاكل اللي بينها وبين جوزها. هو انت اي مره اهلها راح عندها وانا في البيت يعني بعد ما روحت راحوا مره فخلتني نازله من على السلم فراحت جايه للولد ما انت عدلكم سنه كويسين اشمعنى المشاكل ما بدات دلوقتي لما انت رجعت البيت بقى. قلت يعني لما انا رجعت البيت راحت الزيطه ساطت ذاتوا بعضيهم. بس انا سبتهم خدت ولادي وطلعت بره وسبتهم زيتين مع بعضيهم. هي فعلا كان بيستفزك الصبح تجيب الوقت وتقعدوا على حجره ايه؟ احكي لي. كل يوم الصبح كانت تنزل من فوق تجيب الوقت تقعد على حجر سيده وتقول له خد شيل الوقت وصبح على سيدك مش عارفه ايه. وكانت بتحاول انها يعني بتحاول انها تغزني ان هي معاها الوقت. كانت تطلع الشارع ودول انا جبت الواد. على طول كانت شايله ودايره ابو في الشارع وانا اللي كنت شايله البيت ومسؤوليه البيت كله وانا اللي كنت بغسلهم. هي كانت بتغسل وعديها انا اللي كنت شايله البيت وانا اللي شايله وانا اللي بغسلهم الهدوم وانا اللي بعمل لهم كل حاجه في البيت. وهي طبعا عشان جبت الولد فهي الباشا. انا متعاطف معاكي جدا يا مجد كملي يا حبيبتي.
احكي لي بقى الغلطة اللي حصلت دي بقى حصلت ازاي؟ انا مالي ما تخافيش انا كنا متعاطفين معاك. انا مالي خالص. اليوم ده كانت هي في البيت ولا كان سايبه لك الولد؟ ايه كانت سايبه الولد في البيت كانت من ايمان. كانت من ايمان سايباه. قالت لي خلي بالك خلي بالك مني. لا يا نمت وسبت ومشي. وراحت هي فين بقى؟ راحت الغيط. الغيط. مين اللي كان معاكي في البيت في الوقت ده؟ وسته وعمته. وجوزك؟ كان في الغيط. في الغيط. ها؟ انت بقى كنت مفكري قبل كده في الموضوع ده ولا هي لحظة غلط غضب كده؟ لا انا عمر ما فكرت في كده. لكن اللحظة دي هي اللي بس اللي جات لك كده يعني. انا بقى جات لك ازاي؟ انا عايز برضو الناس برضو عارف الضغط كان عليك. جات لك ازاي الفكرة دي؟ من كتر غزها فيا ان هي مع الواد. من كتر حبهم فيه. مش عارفة. جات لك في لحظتها كده يا عمي. طب يعني الحقنة تيجي ازاي طب يا عمي؟ كانت عندك بالصدفة برضو؟ ايوه. ليه بتعملي بالحقن ايه؟ كانت عندنا سيدو كان دايما بياخد حقن. الحقنة كانت موجودة. طب والمبيد الحشري اشمعنى يعني المبيد الحشري كان موجود في البيت ولا انت اشتريتيه من بره؟ ما تخافيش احكي لي يا عمي. كان موجود. رحت جاب الحقنة وعملتي بقى؟ عملت ايه يا امل؟ انا وعدتك قول لي كل حاجه بصراحه وانا وعدتك ان انا هخدمك قوي يعني. انا وعدتك ووعد قدام الساده المشاهدين كمان. قلت لي بصراحه بس سامعك الصراحه لان هي دي اللي هتخلي الناس كلها تعاطف معاك. انا وعدتك. جبت الحقنه وخدت فيها شفاره وجيت حشري وديت له في رقبته. اديت له في رقبته. انا قعدت في الرقبه بالظبط. شاوري لي كده يعمل فين؟ هنا؟ ما تخافيش في الحته دي. كان نايم في الوقت ده. ستي بتقولي كنت بحب عبد الله وكنت برضعه كمان. قوي. بتحبيه؟ ايوه. ده 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 ماله ده 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 من كتر غزها فيا ان هي مع الواد. من كتر حبهم فيه. بصي دي انا اكتر من امه مرتين. بس انا راجل بس احلى شوي. لا تعال هو اللي لا. ازاي احلى؟ بتتخرب بتتخرب حسب الله اللي ممكن فيه. فعلا حصل ولا ما حصلش؟ الفكرة دي جات لك ازاي؟ مش عارف عادي. جبت الحب خدت فيها شفاتك وجيت حاشري وديتها له في رقبته. بس لا لا بس 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 جه دورنا اعزائي المشاهدين مع اشرف. واشرف هو الزوج واللي يعني كان حلم حياته في الولد ولما ربنا رزقه بالولد الولد مات ومات بتبشع. ازيك يا اشرف؟ الحمد لله والله في نعمه. بقى لا شد حيلك. الحمد لله. احكي لي من اول زوجتك ما اتجوزتها وربنا رزقك بالبنات منها ايه اللي حصل يعني؟ احنا قعدنا في الاول فتره مخطوبين وبعد كده اتجوزنا. حب نعم. من 2009. انت اللي اخترتها كمان؟ انا اللي اخترتها. وبعد كده طبعا اتجوزنا الحمد لله. قعدنا سنه ونص مخطوبين وبعد الجواز طبعا كان في يعني مشاكل كده مشاكل ما تتذكرش يعني مشاكل تافهه يعني. بس وكانت بتروح يعني ابعت لها ناس وتيجي وبتاع
لحد المرة الأخيرة ديت لما أنا طبعا بعت لها ناس وقال له ده مش هتروح تاني غير عازلة وبتاع، فطبعا ما كانش بعد ما تجي بعد ما اتجوزت ولا قبل ما اتجوز قبل ما اتجوزت، فطبعا ما كانش ينفع ان انا اعزل من الجماعه من الحج عشان خاطر انه سنه كبير، والدتي برضه ست كبيره وانا راجل كهربائي ومراعي الكهرباء ومراعي الباقي راجل اصيل، ما ينفعش تسيب ابوك وامك في الوقت ده صح وتفصل لوحدك. صحيح انا فضلت في مصر لحد يمكن قبل الثوره وبعد الثوره، العمليه بالنسبه لشغل الكهرباء ما جاش زي الاول، بس الحمد لله ليه يعني زبوني في البلد وهنا والحمد لله ماشي الحال. بس طبعا معايا مريم وجانا من الاولانيه، وبعد كده طبعا كان يعني كان لازم حته الجواز تحصل عشان خاطر ما بعت ناس كتيره والله. بعت ناس ليها كان سببته زعلان. ايوه كان زعلان، قعدت فتره زعلانه يعني زعله من ضمن الزعلات، فطبعا هم كانوا مصممين على الموضوع ده زعلان وانا ما كنت رافض تماما يعني. بس طبعا الجماعه انا طبعا يعني الجماعه قالوا لي بنت خالتك كانت متجوزه قبل كده وهي لينا وبتاع ومش عارفه وكان. شوف يا اشرف انا عايزك تبقى صريح معايا وما تقوليش على المشاكل، تقولي مشاكل بسيطه تافهه، لا انتوا كنت دايما بتعيرها ان هي خلفتها بنات. لا 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 لا، لما جابت اول ما جابت لك مريم، مش مريم دي الكبيره، قلت لها اللي جاب البنت تجيب يجيب الولد وانا مبسوط، بس انا كان نفسي في ولد، لما راحت جابت لك جنى زعلت انت جدا؟ لا يا باشا انا مش بالعقليه اللي هي والله بجد صدقني يعني ما كانش كل شويه عايرها بخلفه بنات. يعرف ان انا الحمد لله يعني انت واضح انت انسان مثقف ومتعلم، بس انت جد ابوك اللي هو جد الاولاد كان دايما بيقول لها انت جبت من ساعه ما جابت البنات خلفتك بنات خلفتك بنات. لا لا لا، اما انت اتجوزت عليها ليه؟ مش عشان تجيب لك الولد؟ لا انت اتجوزت عليها ليه؟ انت واخدها عن حب وهي بتحبك جدا. هو مش موضوع انا اتجوزت عليها عشان خاطر الولد والكلام دوت، هو انا صريح معاك والله بجد انا صريح معاك. انت ما بتحبش بنت خالتك اصلا؟ هو مش موضوع حب بقى، هي الموضوع في واحد هيتجوز واحده من غير ما يكون بيحبها؟ ازاي يعني مش فاهم؟ يعني ممكن انا اتجوز واحده ما بحبهاش؟ لا طبعا. انت بنت خالتك ما بتحبهاش؟ هو الموضوع بالنسبه لدي وبالنسبه لي يختلف، لان دي طبعا كان اول جوازه وكان في حب وكان في يعني زي ما انت عارف يعني في البدايه، انما ديت بتبقى يعني بيبقى في حاجات مثلا. ايه سبب انت اتجوزت عليها؟ ان انا كنت لازم اتجوز عشان خاطر ما يعني هم طبعا الجماعه كانوا مصممين. الجماعه اللي هم مين؟ اللي هم اهل مرتي الاولانيه اللي هي اهل امل يعني وكده، وما كانوش راضيين طبعا يروحوها خالص. يعني ما يرضوش يروحوها عشان يفصلوا ويرضى يروحوها بعد ما تتجوز انت وتخلف، وده كلام يا اشرف. اللي خلاهم ما وافقوش ان هي ترجع غير لما تفصل. قوم يوافقوا ان هي ترجع وانت متجوز ومش هتفصل كمان. هو ده فعلا اللي حصل. اللي خلاهم موافقوا، اللي خلاهم ما كانوش موافقين من قبل ما تتجوز انت. قوم يوافقوا بعد ما تتجوز؟ مش عارف والله بصراحه. طيب اتجوزت بنت خالتك ليه وانت ما بتحبهاش؟ ما احنا قلنا بقى الحب هيجي بعد الجواز، يعني الحب هيجي بعد الجواز. مين اللي ضغط عليك في الجواز ده؟ لا ما فيش حد ضغط عليا. وخاصه ان هي كانت متجوزه كمان. ما هي كانت متجوزه. وبعد كده خلصت. وطبعا انا قدمت لها الناس رحبوا جدا وانا قلت لها طبعا ان شاء الله يعني الحب والحاجات دي هتيجي مع العشره، لان انا يعني انا بالنسبه لي هي شخصيه ما يعني انا ما احتكتش بقى معامله غير حوالي بتاع شهرين قبل الجواز، يعني ما كانش في معاملات مثلا، ما كانش في مثلا بنت خالتي وانا ابن خالتها وخلاص. طيب اتجوزتها وربنا رزقك بايه؟ بعبد الله. اول ما جه عبد الله بقى بعت انت لمراتك، والشيء الغريب ان مراتك وافقت ورجعت. لا 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 مش من ساعتها ما جاء عبد الله الموضوع دوت. طبعا بعد اللي حصل وطبعا الجماعه اللي هم نسيبي الاولانيين بمجرد انهم عرفوا طبعا كان في اعلانات وقضى وكلام من ده يعني زي ما انت عارف يعني كان في اواضي ومشاكل. ازاي الاواضي دي خلصت والمشاكل دي خلصت ووافقت ان هي ترجع لك على ضرها؟ الاواضي دي خلصت طبعا بمجرد ان احنا مشينا في الموضوع، يعني في ناس مشيت في الموضوع خير، عمي انا والاستاذ احمد ربيع والاستاذ محمود ابو عبسيد، قلنا المانع ان مثلا ما فيش مانع انها تيجي، ان كانت عايزه تربي ولادها ما فيش مشاكل، لان بنتي اللي هي جنى اتولدت عندي وراحت هناك ما كانتش تعرفني خالص تمام، اللي هي عندها سنه ونص عليها دلوقتي. فطبعا مشينا يعني الناس دي والله تعبت في الموضوع دوت كمان لحد الحمد لله ما ربنا ييسر خير ورجعت البيت تمام. بعد ما رجعت البيت ما كانش فيه طبعا يعني كانت المعامله بما يرضي ربنا، هنا اسبوع وهنا اسبوع،
كل واحده لها شقه خاصه بيها. تمام. الحمد في نفس البيت. في نفس البيت يعني القضيان مع بعض، الاكل مع بعض، الشرب مع بعض، مفيش غير وقت الليل بس. كل حاجه كنت انا بقول لهم عليها الصبح، دي تعمل كذا ودي تعمل كذا، عشان ما ادخلش نفسي في متاهات بقى. ده كان قبل الولاده ولا بعد الولاده؟ لا كان بعد الولاده. هي جت بعد الولاده. بعد الولاده الوضع اتغير. هي جت بعد الولد ما تولد. طيب مش قبل. كنت بتميز ام الولد؟ لا أنا. هي بتقول انا اللي كنت بكنس وكنت بنظف وبغسل واخدم ابوك وامك، وهي التانية ما بتغسلش غير حاجه ابنها بس. لا الكلام ده مش تواجهها بالكلام ده. ايوه واجهها طبعا. تواجهها؟ ايوه. لو مش عايز بلاش. بص يا باشا اقول لك، ما بحبش اضغط على حد في شغل. بص اقول لك على حاجه، انت كنت معاملها زي الخدامه من ساعه ما عبد الله جه. لا 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 لا، انا هقول لك. احنا طبعا البيت طبعا عندنا مصبوب الدور الثاني. هي كانت جايبه غساله نص اوتوماتيك اللي هي الثانيه دي. تمام. طبعا انا عشان خاطر ما فيش صرف صحي عندنا في البلد، فقلت لهم اللي يغسل يغسل تحت. عندهم يعني عندنا ثلاث غسالات. الغساله العاديه بغض النظر هي ما بتفق، يعني انت بقول ما كانش في فرق بين دي ودي بسبب الولد. لا ما كانش في. كانش الجديده بتنزل شايله الولد وتديه الجدة، وخد انا جبت الولد، والتانيه تقول لها انت اللي جبت البنات وانا اللي جبت الولد. ماشي بيحصل كده؟ لا 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 ما كانش فيه. ماشي بيحصل كده؟ لا ما كانش فيه. لا ولكن تمشي في الشارع بالولد انا اللي جبت الولد ولا كده يا باشا؟ لا لا ما فيش الكلام ده. انا نفسي يعني انا نفسي شايف ان الموضوع بين الولد والبنت ما كنت بتحكي لك. كنت بتنصفها؟ تحكي لي عليه بالظبط. على اللي بتعمله مراتك الجديده، حتى الشغل الفرش بتاعها الفوط والحاجات دي كانت بتسرقه منها. انت كنت شايف الموضوع ده برضه؟ لا يا باشا انا صريح والله. انت بتعرف موضوع الفرش كانت بتسرقه ده والفوط والحاجات دي ولا لا؟ هو اللي حصل كان في طقم كده كنت جايبه لام مريم، وبعد كده لما راحت عند بيت اهلها طبعا انا خدته واديته لفاطمه. جت بتقول لي فين الطقم، قلت لها والله انا مش عارف صراحه. سالناها قالت مش عارف. جت بعد كده بتقول لي الفوط بتاعتي اللي هي ام مريم برضه، بتقول لي الفوط بتاعتي مش عارف فين. قلت لها طبعا انا اسالها. سالتها قالت انا مش عارف. بس يبقى انا كنت يعني لو في مشكله صغيره كنت بحاول اتغاضاها، يعني ما حاولش اكبرها يعني. خلاص مثلا دي فوطه ودي فوطه. انت ما اتجوزتش على ام مريم عشان تجيب الولد؟ لا 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 يا باشا. ولا كانش في معايير بالولد والبنت؟ لا لا خالص. لا تقول الكلام ده ليها؟ ايوه اقولها طبعا. مستعد اقوله قدام. مش عايز. لو انت مش راضي بلاش. لا لا انا مش بقول لحضرتك، انا مش بالعقليه اللي يعني تعمل طفره كبيره. ايه اللي حصل في اليوم المشؤوم بعدها؟ بالنسبه لليوم اللي حصل فيه يعني اللي خاصه ان هي بتقول لي انا كنت بشيل الواد وانا اللي كنت برضع. يعني ام مريم كانت بترضع الواد كمان؟ فعلا. ازاي بقى تقتله؟ انا مش فاهم. لو مفيش معايره يعني دلوقتي انا محدش بيعايرني والمعامله حلوه وانا اللي برضع الواد، اجي بعد كده اموته واموته بالطريقه الصعبه دي؟ تعرف موته ازاي؟ على زي ما يعني زي اللي حصل قدامي كده. يبقى الله اعلم برضه. طيب ايه اللي حصل بقى في اليوم ده؟ اللي حصل طبعا بعد انا ما قمت الصبح فطرنا كلنا في البيت، وبعد كده ابويا بيقول لي ده انا عشان هروح الغيط وبتاع، في شويه شغل في الغيط هتعمل. يبقى انا كنت قبليها بيوم اللي هو كان يوم الثلاث دوت، ورحت خدت انفار ناس يعني معايا وخدتهم وعملوا معايا شغل في الارض يعني. وطبعا جينا مفيش حاجه. جيت انا نمت اللي هو يوم الثلاث، قمت بقول يا جماعه امال فاطمه فين؟ قالوا ده فاطمه راحت ايه؟ راحت الغيط ترمي شويه حشيش البهايم وهتيجي. فعلا فاطمه راحت، وانا كان في شويه شغل كهرباء معايا ورحت اشتغلتهم ورجعت لقيتهم كلهم في البيت. اتعشينا ونمنا على هذا الوضع. يعني انا رحت شغل برضو بعد المغرب ورجعت انا كنت بنام يعني. كان السبوع دوت كان بتاع فاطمه. نمت كان الواد كويس معايا ما فيش اي حاجه. وبعد كده قمنا الصبح طبعا احنا متعودين ان كلنا بنفطر مع بعض تحت. فطرنا والواد راح لي على الشغل. قلت له لا يا ابني ده انا عندي شويه شغل في الارض كده، حايز بيت ساعتين كده وهرجع. خدت انا المكنه عندي متسكل خدته ورحت الغيط. طبعا ابويا خد المنظر الركوبه بتاعته وراح. وقلت لفاطمه تيجي عشان ديكها بتغسل، كانت بتغسل هدوم البيت بما فيهم هدوم ابويا وهدومها هي. تمام. القديم. وديكا كانت بتغسل هدومها هي وابنها وهدومي انا برضو. تمام. كان بيغسلوا تحت مش فوق عشان الخزان ما يتملاش بتاع المايه وكده. طبعا انا مشيت رحت الغيط يا دوب بعمل شويه شغل في الغيط كده وبتاع، وهي راحت ورايا بالبهايم. كان ابويا هناك اللي هي فاطمه الجديده. ايوه. وسابت الطفل مع مع الجماعه، مع والدتي ومع اختي ومع يعني مع البيت ومع ام مريم في البيت بما فيهم بنتي
اللي هي جانا كانت في البيت. طبعا جانا برضو كانت بترضع يعني. يبقى طبعا بعدها ما فيش بالظبط يمكن 10 دقايق رنت عليا بتقول لي اشرف تعالى ده الواد تعبان، تعالى ودي له الدكتور ولا ابعت له امه. مين هي مراتك القديمه اللي بتقول في التليفون؟ خد التليفون بتاع الحاج ابراهيم اللي جنبي. طبعا جريت على البيت انت. خدت المكنه ورجعت على البيت. لقيت ايه ده؟ لقيت لك الناس ملمومه ولقيت الواد فعلا عمال ينصرع ويعيط. تمام؟ طب ديكها انا حملت لها لمغزل حشات على الركوبه وقلت لها طب هاتيه وتعالي على اساس ان الواد تعبان تعب عادي يعني لانه كان بيتعب، كان كنا كاشفين عليه وكده. اي طفل صغير بيتعب. المهم يبقى طبعا رحنا جينا، جيت انا خدتها ورجينا على المكنه ورجينا الفشن هنا على المكنه. جينا من على بن صالح كده طريق بن صالح، دخلنا المستشفى كانت الساعه تعملها حوالي 7:30 8 الصبح. لا الصبح الصبح ما كانش في حد طبعا في الاستقبال غير الدكتوره اللي قابلتنا اللي اسمها رباب. هي كانت شايله الواد بقى، هي اللي هي ام مريم ديت كانت شايله الواد. ايوه كانت شايله الواد، وما يعني ما كانش في اي حاجه تدل خالص ان دي تعمل كده. سبب ما انا قلت الكلام دوت لمحمد بيه ابراهيم. مش مصدق ان مراتك القديمه تعمل كده. انا مش ما كنتش متخيل اصلا ان كل ده يحصل. الدكتوره قالت لك ايه بقى؟ الدكتوره اللي اسمها رباب ديت راحت كتبت على حقنتين جبتهم من الصيدليه من تحت، وقالت الواد ده عنده ضيق تنفس وان شاء الله هيبقى كويس. ونص ساعه يبقى طبعا نص ساعه ضربت لها في ساعه ساعه ونص. ما فيش حد سال فينا طبعا زي ما انت عارف في المستشفيات وكده. كان طبعا كنا احنا في المبنى الجديد، انا نازل ودكتوره كده ما اعرفهاش كبيره في السن شويه طالعت جابلنا على السلم. بقول لها يا دكتور بعد اذنك تعالي شوفي الطفل دوت، في دكتوره قالت عنده ضيق تنفس وما ونص ساعه ومحدش سال. الواد كان بيعيط ولما دخلنا وعطته الحجن ما يعني ساكت كده ما بيتحركش ولا بيعمل اي حاجه. طبعا بعديها بشويه راحت الدكتوره كشفت عليه قالت الواد دوت ما عندوش حاجه وميت. ازاي يعني؟ انا بقول لها ازاي يعني ما عندوش حاجه وميت؟ قالت الواد ده ميت، حد عطيله مبيد حشري او حد وهو شامه مبيد حشري. طبعا جينا بعد ما حصل تمام ازاي وبتاع بتساله بتقول لها انت مين؟ قالت له انا مرات ابوه اللي هي الدكتور. بعديها على طول راحوا قافلين علينا بالدور، الدور اللي هو الثاني، وراحوا من ادمين الامين محمد تقريبا اللي هو هناك. بس عشان ما مظلومش زوجتك القديمه، هي انا هجيبها دلوقتي لان هي فعلا عامله الموضوع كله بسبب ان انتوا كنتوا بتعيروها بخلفه البنات. انت بتقول لا لا لا. طيب نستاذن دكتور عمرو نجيب زوجتك. وجه اللقاء اللي بين الزوجه اللي واخدين بعضهم عن حب وللغايه دلوقتي هي بتقول لك انا بحبه. اتفضلي اقعدي يا امل. اقعدي ما تخافيش. لا اقعدي على الكرسي هناك يا امل عشان الصوت بس. يا امل كان في معايره ولا ما كانش في معايره بحكايه الولد والبنت؟ كان في. هو بيقول لك لا بيقول ما حصلش الكلام ده خالص عمر ما حد. عشان انا ما كنتش بحكي له على حاجه. كنتش بتحكي له ليه بقى؟ يعني ما كنتش عايزه مشاكل. كان في بس انت ما كنتش تعرف. هي طب هي من لا ما قالتليش، ما قلتليش لا على المعاير. انت ما قلتليش لا. انا حصل في يوم من الايام عيرتك ان انت مثلا جبتي لي بنتين. ما قلتلهاش. ما كنتش بتعاين بس كنت بتزعل. اول ما خلف اول بنت قال لك ايه؟ كنت بتزعل. تاني بنت قلت لي قالك ايه؟ وقلت لي انا كنت نفسي في وقت وبتبقى تفضل زعلان شويه وبعد كده بيبقى عادي. طب ده امر عادي يعني، ما هو كل واحد يعني الواحد بيحب ان يكون معاه طفل مثلا عشان يشيله راجل. لا يعني يشيله لما يكبر يشيله في شغله. ما خدتش غير بنتين بس تكتب يعني ايه؟ ايه المانع؟ ما انا قلت مع السنين ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بالولد، ما فيش مانع يعني. ودليل على كده ان انا لحد انت كان معاك البنتين انا بعتت لك وجبتك برضه. وده يثبت ان الحمد لله يعني سامحني تيانا ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بطفل منه ويرزقنا براجل، لان انا حلم حياتي هو اي راجل مش 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 ومعلش بعد اذن محمد بعد يعني اتكلم كده وانا يعني اي راجل مثلا صنايعي اي راجل موظف راجل بيتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه براجل عشان يشيله يعني يشيله ويشيلني في شغلي مثلا اعلمه كهرباء مثلا اعلمه صنعه يروح معايا الغيط يشيلني. انت اول ما جيتي بالبنتين بنتي اللي هي مريم الكبيره قعدت اكتر من 10 ايام تروح معايا لغايه الصبح لان انا كنت محروم منها. بس انا ما شفتهاش. تمام حصل ولا ما حصلش؟ ما انت
لكن انا مش انا برضو في نقطه برضو ازاي انت كنت شرطه. انا شايف ان الحياه سهله يعني مش ما فيش تفرقه بين الراجل والبنت والكلام اللي هو كلام الحواديت بتاع زمان ده. ما فيش فرق بين الولد والبنت يعني. الراجل زي البنت بس زي البنت بس اي راجل منا معلش بعد اذن الناس اللي قاعده بيتمنى ان يكون يعني حلم حياته يكون راجل. لكن انا ما فيش مره من المرات عيرت. دلوقتي انت قلت انت كنت يوم كنت زعلانه كنت شرطين عليه ما نرجعش الا لما تعزل عن ابوك وامك. وبعد ما اتجوز وافيت ان انت ترجعي وتعيشي في نفس البيت وعلى دره. ازاي في الاول ما كنت شرطه وبعد ما اتجوز وافيت ترجعي وكمان في نفس الشروط بتاعته هو تقعدي معاه؟ يعني انا قلت عادي. هو قال انا مش عايزه الحكايه دي تستمر، انا عايز ناكل ونشرب مع بعضينا ونقعد مع بعضينا وتبقى الحياه مختلطه من اول وجديد، ومش عايز يبقى فيها يعني مش عايز يبقى في فرق، تبقى انت تاكل وتشرب فوق والعيال كمان اتحرم منهم ومش عارف ويعني وتكلم معاي. انا عملت خاطر ليه وقلت خلاص انا هنزل وهقعد تحت والاكل هيبقى واحد والشرب واحد وهيبقى العيشه عاديه خالص، مع ان كنا متفقين ان انا اروح عازل. بس انا قلت لا ايوه بس انا قلت لا خلاص احنا هنروح يبقى خلاص روحت. يبقى مين اللي كان بيغسل هدوم البيت كله وينظف البيت كله؟ انتي ولا كنتوا انتوا الاثنين مع بعض؟ وهي كانت بتغسل حاجه تانية بس؟ هي كانت بتغسل وحديها ايوه، وانا اللي كنت بغسل البيت كله. يا باشا انا لسه بقول لحضرتك انا عشان هي كانت شغاله خدامه في البيت كله يا عبد الله. شغاله خدامه؟ لا 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 صح ولا غلط يا امل؟ انت ما كنتش شغاله خدامه، كنت خدامه الاهل ولا لا؟ انت كنت شغاله خدامه. والتانيه ما كانت بتغسل هدومها هي بس صح ولا غلط؟ طب استنى وحاجه واحده بس انا عايزه اقول لك عليها. انا كنت بحكي لك عليها واقول لك ايه؟ كنت بقول لك بتقف مع الجيران ولا لا؟ كنت بقول لك انا رحت الغيط وكلت البهم وجيد والبنت ما تكنس. انت كنت بتقول لها ايه؟ كنت بتقول لها ايه يا باشا يوم لا لا رد عليا. كنت بتقول لها ايه؟ مش كنت بتقولها اعملي؟ مش كنت بتقولها الفرش دي كنسي؟ مش كنت بتقولها ايه معاك ايه؟ انا هرد عليها يوم الاثنين انا فضلت شغال لحد يوم الاحد. يوم الاثنين رحت عشان اعزك في الغيط مع في الشام شويه الشام دي، خدت البايم وراحت فضلت معايا لحد الظهر. جينا قعدنا في المنظره اللي هي اللي في المنظره اللي فيها التلفزيون. انا بقول لها فاطمه يا الاوضه دي اتكنست؟ قالت مش عارفه. قلت لها ازاي يعني مش عارفه؟ مش انت قاعده في البيت؟ جات دي بتقول لي اتكل على الممر بتيجي تكنس وتكبس وتعمل كل حاجه. ما هو ده ما يرضيش ربنا، ما هو ده مش معقول. ما زعلتش فيها ليه وعرفتها الصح من الغلط؟ الا اللي يقعد في البيت يشيل جوديان البيت كله تمام. جام تاني يوم اللي هو يوم الثلاث جام الصبح دي كوادت الفطار وديت لنا الفطار انا والناس اللي كنا شغالين، وجام قطع وكرت تلمعه صرخ من البيت وراحوا هما الاثنين وجابوا حشيش وجابوا تبن وجابوا حياه من الغيط. يبقى مفيش حاجه كده، يبقى هما مش حاجه يعملوا اهو. وانت لو تنزل الفل اهو انت ما تبصش لحته الغسيل. يا خلاص انا مصدقك في موضوع الغسيل. يبقى كده ما كانش في اي راجل كان بيحكم بالعدل بينكم. حته الجمل حصيد الجمل خلاص اصلا مش هنبداهم حصيد. لا ما هو حصيد راحوا حصدوا مع بعض وراحوا ربطوا مع بعضهم. دي كجال بتعمل ايه في الحصيد ولا كانت بتعمل ايه في التراب ده؟ كانت بتعمل ايه معانا في الغيط؟ قالت انا مش بعرف اربط. كانت بتعمل ايه معانا في الغيط؟ انا عايز اعرف. قول يا استاذ حنفي كانت بتعمل ايه معانا في الغيط؟ واحده ما عندهمش ارض اول سنه تحضرها معايا. انا هقول حاجه. اول سنه تحضرها معاك في الحصيد انا عندي بيت ابويا، لا كنت بعرف احصد ولا كنت بعرف اروح الغيط، ما كنتش عارف احش ولا كنت عارف اعمل اي حاجه. ابتديت من ساعه ما اروح عند بيت جوزي يبقى دي مسؤوليه. رحت حشيت وبقيت احمل حمل الحشيش ولا الراج وبقيت احصد وبقيت اعمل كل حاجه وانا ما كنتش بعرف اربط. انا قعدت كذا سنه عندهم هم انا هم يكسروا بط وانا اشيل واحط عليه لحد ما اتعلمت الحصيد واتعلمت التربط. مش مرتك جديده ليه كده؟ صح كده هي بقى كانت سجل الهبل شويه. ما كانتش تقول لك انا مش بعرف احصيد. جينا في الحصيد ما كملتش معانا الحصيد جاب الولد وكانت كل شويه بتتلكك وتقول ورد عليا. كانت كل شويه بتتلكك وتقول انا اروح اسجل الوقت في البيت ولا لا؟ ماشي ما كانتش بتعرف تربط. كنت انا وهو بربط وهي دوبك بتلم من ورانا الجمح. كانت يعني بجد كنت بتعمل كل حاجه بالشكل ده؟ ما انت كنت بتعمل كل حاجه. كانت كل شويه بتتخانق في الغيط انا وهو كنا بننزل سبخ بالبراويطه يعني كل الناس اظن عارفه. انت اصيله يا ام مريم اصيله. وكنت معاه بما يرضي الله وكنت يعني بقيت اقول له الحاجه التقيله اللي نفسي اعملها عنك عشان اعمل. عملت كده يعني؟ لا انت عملت كده هي دي النهايه يعني؟ انت لا عملت كده لا موت الطفل ده اللي عنده شهرين ونص. عمل لي كده الطفل عشان تموتيه؟ لا عملت كده بسبب المعايره يا عبد الله. لا 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 مش بسبب المعايره. امال بسبب ايه؟ الغيره. انا لو بغير ما كنتش روحت.
ما كنتش روحت عشان خاطر رب البنات وسطين. بتحبك جدا يا لا لا يعني بقى منها بتقولي حتى قبل كده تاني ما حبيتش في حياتي قد ما حبيت جوزي صح كده؟ هو فعلا كده وروحت عشان خاطر كنت بحبه وانا قايله له الكلام ده. ده انت كمان حب غير عادي مش حب يعني واحده واحده تجرح قلبها اللي مليان بالحب ده كله وتتجوز عليها ورغم كده تغفل لك وترجع لك. لا يا بنت ده انت كده فعلا حب غير عادي والله. والله العظيم اقسم بالله يعني انا كنت بحبه ورجعت عشان خاطر بحبه وقلت عشان خاطر البنات. وقتلت الطفل ده عشان بتحبيه برضه عشان يكون له عليك لوحدك. صح يا ابو عبد الله يعني انت عايزك انت كلك لوحديها ليها هي بس. يس. هي دي النهايه بيه مش هي دي النهايه. ما فكرتش في مصير ولادها ما فكرتش في مصيري انا ما فكرتش في مصيرها هي. ازاي يعني ازاي ان انا عايز اتخلص من عشان الحاجه تبقى معايا اعمل كده ازاي يعني وعملها الطفل عشان مثلا يعمل معايا كده. تستحمل هي سيبك من حته الواد والبنت تستحمل هي تعمل مع بنتها كده الكبيره ولا الصغيره تستحملي وبعد كل دوت بتتصل بيا وتقولي لي تعالى ورحت معايا المستشفى ومفيش حاجه. انا نفسي لحد ما محمد بيه ابراهيم ما كان قاعد معايا بالليل وقمت رحت النيابه اتعمدت معلش مع اذن الباشا برضو ان انا قمت بدري عشان اكلمك ورحت دخلت دورة الميه ورجعت بقول لك انا مش مصدق ان كل ده يحصل مني ومش متخيل اصلا. ما الدنيا كانت بتجيب العيال الصبح تديل على حجر جدها وجدها انا اللي جبت الولد انا اللي جبت الولد برضو كان ضغط عليها جامد يا ابو عبد الله. ما تبقى برضو يعني لازم برضو نرحم شويه يا باشا. دي مش ده بعد اذن حضرتك ده مش مبرر تخليها تعمل اللي عملته. رد عليه ده بيقول لك مش مبرر ولدي ايه ما ترد عليه دافع عن نفسي. مش مبرر ليه لما اهلهم جم اهلها جم ودقوا فينا في البيت وخلتني نازله من على السلم وراحت جايت لي ما انتوا اديلكم سنه كويسين اشمعنا دلوقتي. اول ما رجعت انت خربت البيت يعني من ساعه انا ما رجعت امها كانت بتعمل فينا ايه؟ امها مش كانت بتكتب لنا؟ حرام عليكم امها مش كانت بتكتب لنا؟ عمك اللي فك الكتاب ولا لا؟ عمك قال لك ايه؟ ولا قال لي ايه؟ رد يا ابو عبد الله شوف بقول لك ايه ده كان بيكتبكم بالسحر القمر والناس يعني الناس وصلت العالميه ولسه الناس يعني معتقده ان في كتابه وفي مش عارف. طب ماشي ما انا بقول لك في انت مش طلعت. اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم عيون الشعب. قبل ما نتكلم على حلقه النهارده في موضوع يعني لازم اتكلم فيه. في احدى القنوات الفضائيه بالامس القريب فوجئت قناه طبعا من القنوات اللي هي بتاع الجماعه الارهابيه وجايبين الحلقة بتاعتنا بتاع الطفلين اللي انتوا فاكرين متعصيوت اللي الرجل الزبال دبحهم عشان كانوا يعني بيشاركوه في لقمة العيش اللي احنا جبنا جثث الطفلين وتكلمنا عنهم. فلقيت الخبر بيقول القبض على رئيس مباحث قسم تاني اسيوط سيادة المقدم محمد الامير لان القضية متلفقة وان العيلين دول اتدبحوا على يد تجار اثار والكلام ده كله وتم القبض على رئيس المباحث وهو حاليا بيحاكم. فطبعا يعني خبر على قناة من قنوات التخريبية بتاع الجماعة الإرهابية. فاتصلت برئيس المباحث فلقيته في مكتبه فقال انت شفت اللي انا شايفه؟ قلت له اه. قال لا والراجل بيقول كمان ان هم مصورين وهم بيحكموني. طب يعني فطبعا الكلام ده طبعا كلام هكس وده نوع من البلبلة على رجال الشرطة ونزاهتهم في اداء عملهم. الراجل محترف معانا والجثث الاطفال وعمل معينة ومش عارف ايه الغرض ان هم يشوهوا رجال الشرطة. ده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني اتصلوا بيا جماعة من اللي هم اصحاب العربيات القارو الخيل وفجأة ان ابو هلال الخيل بيتسرق. قعدوا يدوروا عليه لقوا الراس والرجلين وبقيه الجسم مش موجود. وبعد كده بالتفتيش عرفوا ان هو بيتسرق وبيتباع لمحلات الجزاره والجماعه بتاع الكفته. فيعني الناس بيستغيثوا يعني الحصان ده اللي سرق بيقول لك فاتح 3-4 بيوت فحرام اللي بيحصل ده لان تخرب بيتنا وفي الاخر الناس الغلابه هم اللي بياكلوه في الحواوشي وفي كباب والكفته والحاجات دي في محلات الجزاره الجزارين اللي ما عندهمش ضمير. للاسف هم لما راحوا يعملوا بلاغ في بندر المنيا ما لقوش الاستجابه اللازمه وخدوا الموضوع يعني حصان والسرق. فهم بيستغيثوا بوسط البرنامج ان الحصان ده اللي بيقول لهم ده حصان والسرق ده فاتح 3-4 بيوت. تاني حاجه اللي توات ودي استغاثه بقى لمدير امن المنيا لان فعلا على محطات بالذات الاجره في المواقف بيبقى فيه كارت الكارت بيدفع سواء بيدفع عادي. للاسف في دلوقتي عائلات بالكامله بقت بلطجيه ما فيش حد يطلع من الموقف غير لما يدفع زي ما يكون كارت بس الكارت بورقه بتروح للدوله لكن دي نظام بلطجي. ولقيتها برضو بني مزار يعني تلاقي برضو الناس واقفين على محطات السواق لازم هو داخل وهو طالع يدفع زي ما يكون بيدفع كارت بالظبط بس هي مش كارت لانها بتطلع من غير ورق.
فهم بيستغيثوا بالسيد اللي هو حسن سيف مساعد الوزير مدينه محافظه المنيا ان هو فعلا يشوف حل للبلطجه اللي انتشرت على المواقف. ايه بقى موضوع النهارده؟ يرد بقى نركز شويه لان موضوع النهارده مهم جدا. شرع ربنا، شرع ربنا ان الزوج يتزوج مثنى وثلاث ورباع، وتلاقي الست يقول لك اه الرجاله سايبين كل شرع ربنا مش عارفين غير هي دي. طب ما هي دي بقى يعني ايه اعلى؟ ما هي دي اللي بتمس حياته الشخصيه. من حق الزوج ان يتجوز تاني وتالت ورابع، شرع ربنا. هو ربنا اباح بكده. لو الشرع اباح للزوج ان هي تتزوج مثنى وثلاث ورباع ما كناش احنا يا رجاله نقدر نتكلم. طب ان كده امر ربنا. تلاقي الزوجه من دول في مصر هنا او في بعض الدول العربيه مجرد ما المأذون كتب الكتاب ده بتعتبره ان هي خلاص بقى الطوق مربوط في رقبه جوزها. تشده زي ما هي عايزه. لا يقدر يروح شمال ولا يروح لمين. ويوم ما يفكر ان هو يتجوز تقول له طب هاخد العيال وهاخد البيت وهفضحك وهعمل وهسوي، وتبقى العمليه يعني نظام غريب جدا. في بعض الدول العربيه جميله جدا تلقى الزوجه هي اللي بتروح لجوزها تنقي له زوجته، تقول له ايه رايك تاخد صاحبتي دي؟ ايه رايك تاخد دي؟ وتقعد تنقي لجوزها. وبعدين هو الزوج لما يعني دماغه كده تبقى صافيه ورايقه ويقل ان كل مشاكله اتحلت، ما هو ده هينعكس على زوجته الاولانيه. يعني هو لما يروق ويبقى كده يعني حالته النفسيه كويسه، طب ما ده هينعكس على حالته النفسيه على زوجته الاولانيه والامور تمشي كويسه. وياما شفنا بيوت ناجحه جدا الزوج جامع الزوجه واثنين وثلاثه وعايشين زي الاخوات مع بعض، دي تاعيه التانيه تخدم عليها، دي تنظف التانيه تغسل، الثالثه تكنس، وهكذا يعني، وتلاقي الامور ماشيه زي الفل. يا ريت الثقافه دي ترجع للزوجه المصريه مره ثانيه وتعرف ان ده شرع ربنا ومش عيب. وحتى بعدين الحكايه مش حكايه ان هو غني وفقير، ما ممكن يبقى فقير لكن عيش العصفوره يكفينا ولقمه قد كده وشبعنا ما دام في حب يعني. ومش عايز الكلام ده يزعل الستات مني ويقولوا لا ده يعني، اولا نسبه الاناث فعلا كترت ونسبه العنوسه زادت، فايه المشكله؟ ده احنا بالعكس، ده انا شايف الراجل لما بيعمل كده هيكسب ثواب والله. يعني الراجل لما تزوج مثنى وثلاث ورباع ده اولا لانه هو هيسال يعني في يوم الحساب اذا كان يعني الامور متاح ليه، انت ليه ما اتجوزتش مثنى وثلاث ورباع يعني؟ اي نعم ولن تعدله ماشي، لكنه هيعمل اللي عليه يعني الراجل. طيب ايه مشكلتنا النهارده؟ برضه عندنا في الصعيد حته الولد والبنت، تلقى الراجل الصعيدي يقول لك انا عايز الولد اللي يشد ظهري ومخلفه البنات شايله الحزن للممات، انا عايز ولد. رغم ان احنا عندنا يعني الخير للي يعني اللي يجيله انثى في الاول، واللي يربي ولاده البنات تربيه كويسه يدخل بهم الجنه. فليه عندنا الراجل لما ربنا يرزقه بنت وشه بيسود او بيحزن وعايز ولد، فلما يجيله بنت خلاص يقولك ان شاء الله المرة الجاية ربنا يرزقني بالولد. لو جات له بنت يبقى دخلنا في مرحلة الخوف بقى، يقولك بنتين. طيب حلقة النهاردة اللي حصل هو عايز ولد فراح جابت له بنت، فقال زي بعض التاني يبقى ولد، راح جابت له بنت ما صبرش قالك لا يبقى لازم اتجوز انا عايز ولد، رغم انه معروف ان الراجل هو المسؤول عن نوع الجنين سواء كان ذكر او انثى، الست مجرد يعني تربة لكن الراجل هو البذرة، فبالتالي مش معقول هيزرع بطيخ يطلع كنتالوب، مش معقول يعني. طيب راح يتجوز مفيش مشكلة، شرع ربنا ألف مبروك وربنا راح رزقه بولد. تخيلوا بقى يعني هو الأولانية جابت بنتين راح يتجوز عليها من أول مرة جابت الولد. فالضرائر بقى، ما هو كلمة ضرة دي كلمة برضو جاية من الضرر، طول ما هي ماشية أنا جبت الولد، أنا اللي جبت الولد، خد يا جد الولد شيل الولد، تطلع الشارع أنا جبت الولد. طبعا القديمه شايله البنتين محدش بيقول لها حاجه بقى خلاص اتركني على جنب. طب عايزه تنتقم من جوزها ليه؟ لانه اتجوز عليها وكسر نفسها، وعايزه تنتقم من الزوجه الجديده اللي هي في الرايحه والجايه، انا جبت الولد انا جبت الولد. على فكره الزوجه دي الاولانيه ست محترمه جدا، اهلها ناس يعني من كبار العائلات في مركز الفاشن محافظه بني سويف، ناس محترمين جدا، لكن ممكن انا تعاطفت معاها جدا في بدايه اللقاء لان فعلا حسيت ان هي كانت كبت عليها، وان هي وعدتها وقلت لها على فكره اي مساعده انا اوعدك ان انا لو قدرت اساعدك فيها هساعدك، محامي او خلافه مفيش مشكله، شوف اللي انت عايزاه وانا اقدر اساعدك، لان تعاطفت معاها لان حسيت بدموعها ان هي فعلا كانت محروقه قوي، زاد عليها الضغط قوي. لكن الطريقه اللي قتلت بيها بقى الطفل هي اللي خلتنا شويه يعني نحزن قوي. ليه؟ لان الطفل ده عنده شهرين، طفل ما لهش يعني، استغلت ان هو الطفل لوحده في الاوضه وراحت جابت حقنه في مبيد حشري وراحت مدخله الحقنه في المبيد الحشري وراحت واخده الجرعه
وجات الطفل وهو نايم راحت رافعه على رقبته كده وجات في رقبته. شفت المنظر؟ الطفل نايم رفعت رقبته وجات عطيله الحقنة المبيد الحشري في رقبته. طيب نشوف الام، نشوف الزوجه الثانيه، نشوف الاب، ونشوف هل ممكن نتعاطف مع الام دي ولا نتعاطف مع ام الطفل ولا نتعاطف مع الزوج ولا الراي ليكم. ويا ريت يكون في وقت نقدر نتلقى تليفوناتكم. يا ريت الزميل احمد علي لو جاهز بالحلقه ننزل بيها ونشوف، ويا ريت يكون في وقت ناخد تعليقاتكم. ده ماله ده قطع في ده هوا. من كتر غزها فيا نهاية مع الوان، من كتر عبهم فيه. بصي دي لقطة من أمه ملتين، بس أنا راجل بس أحلى شوية. نجعة هو اللي نجعة. ازاي يا علاج؟ بتتخرب حسب الله اللي نبت فيه. فعلا حصل ولا ما حصلش؟ الفكرة دي جاتلك ازاي؟ مش عارف عادي، جبت الحملة خدت فيها شوية ميت حشري وديتها له في رجالته. بس من داخل مركز شرطة الفشن وحلقة النهاردة، أنا شايفة أن هي حلقة بشعة، يعني جريمة قتل. ومركز الفشن يمكن احنا قبل كده كان لنا حلقة فيه قبل كده برضو، كانت مشكلة الزوجة اللي قتل الزوجة عشان صينية البسبوسة اللي يمكن مشهورة قوي ان الناس معظمها تعاطفوا معاها. النهاردة قضية قتل تاني، بس السبب يعني الاسلام سمح من الزوج يتزوج مثنى وثلاثة ورباع عادي، يعني الزوجة المصرية بالذات يمكن هي اللي بترفض ان زوجها يتزوج عليها رغم ده شرع ربنا. النهاردة هنشوف جريمة القتل دي ايه اللي حصل فيها، وليه الزوجة قتلت طفل بهذه البشاعة. احنا دلوقتي من امام مكتب مأمور مركز شرطة الفشن السيد المقدم دكتور عمرو، هنشوف دلوقتي ونشوف تفاصيل كاملة حول هذه القضية. مقدم دكتور عمرو عدلي مأمور مركز شرطة الفشن، اهلا بك يا فندم. ازي صح سيادتك؟ احنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي وقول احنا جينا قبل كده في قضية الزوجة المشهورة قضية صينية البسبوسة، ودي كانت من القضايا اللي يعني اللي كان عملت رأي عام غير عادي. النهاردة جريمة قتل، وجريمة قتل بقى أبشع. فعايزين نستاذن سيادتك نشوف تفاصيلها وليه الضرة بتعمل كده، وبعدين ايه المشكلة ما الاسلام سمح بتعدد الزوجات يعني. يعني ما اقدرش اتكلم في الحاجات دي عشان الناس ما تزعلش، بس يعني طب نستاذن سيادتك نشوف التفاصيل وسيادتك تشرحنا شرح تفصيلي لمعالم هذه الجريمة. قوي تحت امرك تحت امرك. يعني بس لابد يعني يا دكتور اشير بالمستوى النظافة والانضباط اللي موجود داخل مركز شرطة الفشن، وعلى فكرة ده بيدل فعلا ان رجل الشرطة قايم بواجبه خيرك يعني. الحمد لله بنحاول بقدر الامكان ان احنا نسعد الناس ونقدم لهم اي حاجه يعني تليق بينا كضباط شرطه وافراد شرطه. مركز الفشن على فكره من المراكز الصعبه جدا، ومركز مش سهل، لا ده مركز الفشن ده مركز تجاري صعب، وبالتالي محتاج مواصفات لرجل الشرطه، مش اي رجل شرطه على فكره يقدر ان هو يكون مسؤول عن مركز شرطه الفشن. احنا ما بننامش يعني يعني ما بننامش يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل اي حاجه للمكان اللي احنا موجودين فيه والناس اللي عايشين فيه. يعني احنا دلوقتي رايحين نجيب الزوجه، هي اسمها امال يا فندم؟ امال. امال ده المكان اللي هي الحجز فيه. طب نستنى ستك ونطلع امال. قوي قوي. هو رغم ان شعب الفاشنه او شعب نسوب بصفه عامه ناس بيمتازوا بالطيبه، لكن لما بيعملوا جريمه بيعملوها بشاعة، ودي غريبة جدا. يعني دي بترجع للقيام بالجريمة، لكن مش كل الشعب كده يعني. لا 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 لا، في ناس كتير كويسة وفي ناس
زي الست دي اتغيب عقلها يعني انا مش عارف عملت الجريمه دي ازاي يعني. ما حدش بينتقم من طفل رضيع هذا الانتقام. لا موضوع وحش قوي يعني، موضوع يزعل يعني. طب يا فندم جوني في مكتب مع سيادتك ونكمل القضيه. ازيك يا مال؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. صغيره خالص يا مال يا بنتي، عندك كم سنه يا بنتي؟ 22. لسه صغيره. وعندك اولاد قد ايه؟ اتنين. مين ومين بقى؟ مريم وجنى. مريم عندها كم سنه وجنى عندها كم سنه؟ مريم 4 سنين. على ماك ما تخافيش، انا 4 سنين وجنى سنه وثمان شهور. مين اللي بيراعي الطفلتين دول يخرب عليك؟ مين اللي بيراعيهم دول؟ اهلي. بس برضو الام ما تعوضش يعني، اكيد العيال مفتقدين جدا. على مالك على مالك. متجوزه بقالك كام سنه؟ يعني حوالي 5 سنين ونص. انت طلعتي من جوزك قبل كده ورجعك ولا ايه؟ لا. اما انت كنت قاعد عند بيت اهلك، قعدت فتره طويله عند بيت اهلك. كنت زعلانه. وقعدت كام سنه ولا كام شهر عند اهلك؟ سنه كامله عند اهلك. جوزك في الوقت ده كان بسبب الزعل ايه؟ يعني اختلافات في البيت. بسبب الخلافات دي؟